من ملفات. زي ما حضراتكم عارفين ملفات معاكم من الحد للأربع على الهواء مباشرة من الساعة 8 للساعة 10. وللناس اللي لسه ما نزلتش التردد لحد دلوقتي، قناة هي بقت موجودة على أي تردد في أي ريسيفر عندكم هتلاقوه HYA، التردد رقمه 11785 أفقي. لو سمحتوا اللي ما نزلهاش ينزلها أرجوكم عشان نقدر أن أنتوا تتابعونا، ودايما إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. طيب النهاردة معنا ملفات كتير، ولكن الملف الرئيسي اللي هيكون موجود معنا النهاردة هو عن الجدل اللي كان حاصل الفترة اللي فاتت بسبب الفنانة غادة والي. ولكن إن إحنا النهاردة هنناقشه بشكل مختلف شوية. إحنا النهاردة هيكون موجود معنا محامي الفنان الروسي اللي مسؤول عن قضيته وملفه هنا في مصر، هو الأستاذ أحمد العطار، هينورنا في الاستوديو. وموجود كمان معنا الأستاذ عبد المجيد جابر، متخصص في حقوق الملكية الفكرية. هو الموضوع هنا هو فعلا لو أنا اتاخد مني حاجة وانا تعبان فيها وده مجهودي، ما هو في ناس شغلانتها فكرهم رسمهم فنهم حاجه مش ممسوكه مش ملموسه ما تقدرش تلمسها، يحموا افكارهم ازاي؟ يحموا فنهم ازاي؟ هنناقش الموضوع من الناحيه دي، وكمان هنعرف الاستاذ احمد العطار محامي الفنان الروسي وجهه نظره ايه في الموضوع. يمكن شفنا الفنانه غادة والي لما طلعت مع الزميل الاعلامي عمرو اديب، في ناس كتير ما اقتنعتش بكلامها إلى حد ما، وفي ناس اقتنعت بكلامها، ولكن خلونا نناقش الملف النهاردة من زاوية مختلفة. طيب نبتدي بأهم الملفات اللي موجودة معانا النهاردة. اليومين اللي فاتوا في طفل اتوفى بسبب الأندومي النودلز، مش أي نوع نودلز، النوع ده منتشر جدا في مصر وسعره رخيص جدا، اسمه الأندومي الكوري الحار، وشكله كمان حار جدا حراق جدا، بيتباع بأشكال مختلفة على حسب نسبة حرارته، يعني في 2X وفي 3X. الطفل كان عنده 17 سنة بياكل الاندومي الحار جدا بشكل كتير جدا، وكان متأثر بالتحديات اللي موجودة واللي بيشوفها على التيك توك وعلى اليوتيوب. مين هياكل منه أكتر؟ مين بيعرف يستحمل الحراق أكتر؟ مين هيعرف ياكله أصلا؟ تحديات أكل كتير وكمية من الأندومي كبيرة جدا، وهي اللي بدع البدعة دي الكوريين بتوع السوشيال ميديا في كوريا. طيب الحاجات دي جات لنا من على تطبيق التيك توك الكوري، والناس هنا وفي شرق آسيا، والناس هنا عندنا لما شافت التحديات الفظيعة دي والتحديات الأكل الغريبة دي قرروا ان هم يقلدوها هنا في التيك توك المصري وعلى اليوتيوب المصري ويقلدوا التحديات دي. الولد كان بياخد بكميات كبيره جدا 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 جدا، ف تعب جامد 5 أيام في المستشفى وتوفى، مات، ما قدرش يستحمل. طيب هل احنا متاكدين ان الولد توفى من الاندومي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هل ناس كتير حذرت قبل كده من الاندومي ومن خطورته وان هو خطر كبير جدا جدا؟ طيب تالت حاجه، هل في اندومي بيتصنع تحت بير السلم؟ موجود. طيب الاندومي الكوري اللي مكتوب عليه بالكوري بس ده بيجي منين؟ طب ازاي في اندومي بيتباع على امازون؟ طب بيتباع فين تاني؟ هل بيتباع مثلا في مناطق ممكن تكون رخيصه شويه مش معروفه مجهوله، ممكن تلاقي الاندومي ده في مثلا سوبر ماركتات او يعني حد حاجه معروفه، سوبر ماركت كبير او معروف او محل كبيره يعني؟ مش عارفة. ولكن اللي احنا متأكدين منه ان هو خطر جدا جدا جدا. يمكن احنا كبرامج توك شو يومية مش المفروض، يعني مش طبيعي ان احنا نتكلم على المنتجات الغذائية كتير، ولكن احنا اتكلمنا عن موضوع الاندومي ده كذا مرة من مدى خطورته وان هو فعلا بيسبب حالات وفاة. ايه اللي حصل مع الولد ده؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، ولكن تعالوا نعرفه بشكل علمي شوية. معايا دكتور شيرين زكي، مسؤول سلامة الغذاء بنقابة البيطريين. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك عامله ايه؟ بخير يا استاذة أميرة، اهلا بيكي. بقولك يا دكتور، دلوقتي احنا قبل كده حذرنا كتير من موضوع الاندومي ده، تمام؟ تمام. ولكن دلوقتي طلع حاجة جديدة كمان، قالك الاندومي الكوري، انا شخصيا مش عارفاه معرفوش، وبيقولك ان هو حار جدا والصوص اللي بيتحط عليه شكله غريب جدا وشكله فعلا حراق قوي، مش سهل اي حد يستخدمه. اللي انا اعرفه ان في نوع من انواع مثلا الشطه الحاره او الفلفل الحار جدا ده في ناس بتاكله بتموت، ما بتستحملش مدى الحراره بتاعته. لكن هنا الخطوره عندنا من الاندومي الحار ولا الاندومي بشكل عام خطر والمفروض ان احنا ما ناكلوش اصلا؟
والله انا سؤال حضرتك مقسوم لشقين. هتكلم الاول عن الاندوميتحور بما ان حاله الوفاه حدثت بسببه. هو مش جديد ولا حاجه، بقى له فتره في الاسواق وفعلا بيجي مستورد، وانا سمعت الانترودكشن بتاع حضرتك، فعايزه اقول لك انه اصلا يعني في ستورز معينه بتستورد الشوكولاتات والاندومي ده من بره، وبيبقى خلاص قرب انه بقى اكسبايرد، فبتبيعه باسعار مخفضه جدا كمان حتى عن الهايبرز الكبيره اللي بتبيعه، فهو موجود في متناول الجميع. موجود في متناول الجميع. وسعره يعني ان كان مثلا الباكج كان بيتباع ب 50 جنيه اعتقد بالنسبه للناس انه حاجه جديده، فبيلجأوا ان هم يجربوها، ده غير ان في ناس اوريدي هي عارفاه وبتحب تستخدمه. طيب هو ايه مشاكله؟ كفايه ان انا اقول لحضرتك ان هو بره بيتعمل له تحديات على درجه احتمال الشطه اللي فيه والسبايسز الرهيبه اللي فيه بتوقيت معين، انه التحدي بيبقى ان حد يقعد ياكله من غير ما يشرب ميه نهائي، من غير ما ياكل اي حاجه تقلل من قيمه الالتهاب او الحرقان اللي بيحصل في اللسان وفي الجهاز الهضمي كله بسببه، فده شيء في منتهى الخطوره. والاطفال والمراهقين بيحبوا للاسف يقلدوا، ده بيدمر كبد وكلى وجهاز هضمي وممكن يسبب ألسرز اللي هي قرح يعني وحاجات كتير جدا. طيب بالنسبه للاندومي التاني العادي الرخيص، العادي اللي مش حار بقى، العادي اللي هو بيتباع. نعم ايوه، اللي بيتباع عادي اللي هو مش حار، اللي هو موجود يعني عندنا من زمان. انا مش هخصص اسم تجاري معين، انا هقول الشهريه سريعه التحضير بكل اسمائها المطروحه. كفايه ان انا اقول لحضرتك ان هيئه سلامه الغذاء من فتره كانت اعلنت ان الشطه اللي في الشهريه دي فيها سموم فطريه، وبالتالي انظرت الشركات المنتجه ان هي تسحب منتجها من السوق وتسحب اكياس الشطه، وحصل حوار كده كبير، ولا حد سحب حاجه ولا حد عمل حاجه، وللاسف رجعنا لنقطه الصفر. وكان في حالات وفاه كان يقال ان هي بسبب الاندومي، وبرضو الهيئه القوميه لسلامه الغذاء قالت انها هتشكل لجنه لتقصي الحقائق، الحالات دي حدثت من ايه، ولم تعلن النتائج حتى على الاقل بابليك كده وللجمهور علشان يعرف. طيب احنا بالنسبه لنا الناس دايما تقول دول شرق اسيا بتاكل النودلز وما بيجرى لهمش حاجه، يا فندم أيوه. انا ماليش دعوه بدول شرق اسيا، انا ليا بما يتم تصنيعه. لا، هل هي دي نفس النودلز اللي بتجي لنا اصلا ولا لا؟ ما لا لا، اللي بتيجي لحضرتك المستورده هي اللي موجوده بره، هي اللي موجوده هناك بره. انا بتكلم على اللي موجوده حاليا باسعار زهيده جدا، 2 جنيه 2 جنيه ونص 3 جنيه 4 جنيه بالكثير، فهي في متناول الجميع الفقير والغني. لا بس انت قلتي حاجه مهمه، ان هي ممكن جدا تكون كمان تاريخ صلاحيتها منتهي وبيرجع يتباع مره ثانيه. لا، انا مش هتكلم عن تاريخ الصلاحيه، انا هتكلم عن ماده تحديدا فيها، وانا حذرت كتير منها، المونو صوديوم جلوتاميت. يمكن كان في شائعات دايما تقول ان هو مرتبط بحدوث الكانسر والسرطان، لكن انا نفيت إيه الكلام المادة ده كله. ايه الماده دي يا دكتور؟ بتعمل السرطان. ايه الماده دي؟ بيسبب مشاكل ثانيه كتير جدا، حالات حساسيه كتير، وقد يسبب صدمه تحسسيه بالنسبه لناس متحسسه من هذه الماده، وبيعمل مشاكل للاطفال. قولي لنا اسم الماده كده تاني معلش يا دكتور. نعم، قولي لنا اسم الماده تاني. المونو صوديوم جلوتاميت، او اللي بيسموها بالبلدي كده الملح الصيني. هي ماده منكهه، وظيفتها ان هي تدي لحضرتك احساس بالطعم والنكهه 70 ضعف او اكتر من 70 ضعف من الطعم العادي، لذلك هي بتتحط في الحاجات دي علشان بتعمل نوع من انواع ان الطعم بيبقى واضح جدا لدى الانسان، فبيرتبط بطعم الحاجه اللي بيشتريها دي. طب هي ايه مشكله الماده دي؟ هي اصلا المود اوف اكشن بتاعها او طريقه عملها ان هي بتعمل على تسريع نقل الاشارات العصبيه من منطقه اللسان الى المخ بسرعه عاليه جدا، علشان حضرتك تحسي بطعم الحاجه دي 70 ضعف عن طعم البهارات العاديه او الملح العادي. طيب ده بيؤثر للاسف على درجه تركيز الاطفال، على خاصه الفرط الحركه اللي بنتكلم عنه واللي جميع الامهات بتعاني منه، على اضطراب النوم عند الاطفال، على درجه التحصيل والتركيز. دي الشعريه اللي بنحضرها بسرعه يا جماعه للناس اللي مش واخده بالها. أو لا، بس أكتر من كده كمان، إن هي تم ربطها في أبحاث حديثة بإن هي بتسبب الميل للعنف
لدى بعض الأطفال زي مشروبات الطاقة وحاجات تانية كتير بتسبب شعور عدواني عند الأطفال نتيجة إنها يعني بتؤثر على نقل الإشارات العصبية بدرجة عالية جدا، وده ما يعاني منه الأطفال المرضى بفرط الحركة. يعني هو عنده النقلات العصبية بتشتغل بسرعة قوي بتخليه طفل مشتت ومشتت. أنا عايز أسألك سؤال، الملح الصيني ده يا دكتور دي كمان على الغذاء. دكتور الملح الصيني ده بيتم استخدامه في إيه تاني؟ معلش لو عندك معلومة غير. ربات بيوت كتير جدا بيفرحوا بيه وبيجيبوه بدل مرقة الدجاج، مع إن هي مرقة الدجاج فيه برضه المونوصوديوم جلوتاميت، وبيتعمدوا يحطوه على الرز وعلى الخضار، وهو اصلا كمان موجود في مصنعات اللحوم. يعني انا عايزه حضرتك والمشاهدين يركزوا في حاجه واحده بس، انا كأم دلوقتي صحيت اكلت ابني فطرته العنشر، وجي بعد الظهر من المدرسه اكلته ملوخيه وطبق خضار معمول بمرقه الدجاج، وجي بالليل خد له 2-3 اندومي. متخيله حضرتك كميه المونوسوديوم جلوتاميت اللي بتدخل في جسمه قد ايه؟ رهيبه. وكمان بعض الاطفال يعني يا دكتور حضرتك مع ان احنا ما نستخدمش اصلا المرقه. اه طبعا يا فندم، المرقه العاديه اللي في البيت او الشوربه اللي انا فاهمه، لا انا بتكلم على المصنعه اللي بنجيبها من الاسواق. ايوه انا ضد استخدامها. ومرقه الخضار كمان مش مرقه الدجاج واللحوم تحتوي ايضا على المونوسوديوم جلوتاميت، وللاسف في شركات بقت تقول لك نكهه دجاج نكهه فراخ، انما لو حضرتك عملتي سيرش على الكود اللي مكتوب هتلاقيه ان هو الاكواد الخاصه بالمواصفات القياسيه لمرقه الدجاج او للمرقه الصناعيه. فالناس لازم تعي الى هذا الخطر، بالاضافه لان اطفال كتير جدا بيستخدموا الاندومي ناشفه زي ما هي كده يقرقشها ويقوم دالق كيس البهارات ودالق كيس المونوسوديوم جلوتاميت اللي هو اللي فيه البهارات في بقه، فده ممكن يعلي الضغط مره واحده ويؤثر على الكلى لاطفال اساسا او اشخاص من الاساس عندهم مشاكل في ضغط الدم من غير ما يعرفوا. طيب. عندهم مشاكل في الكلى من غير ما يعرفوا، فيسبب الاغماء مره واحده زي ما حصل لبعض الحالات. أيوة. وقد يحدث وفاه. واحنا كنا بنناشد ان احنا. أيوة. نعرف نتائج وصلت وجهه نظرك دكتور شيرين زكي، بنشكرك جدا على المداخله معنا دلوقتي. الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، يا دكتور اهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور، مساء الخير. مساء النور عليك يا حبيبي. طيب دلوقتي احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، بنتكلم على النودلز وعلى كل بقى مشتقاتها الشعريه سريعه التحضير، اللي هي كمان في جديد منها دلوقتي اللي هي بالشطه وبتكون حاره وحاره جدا جدا، واحنا من زمان يمكن كنا بنتكلم على خطورتها وعلى خطوره المواد اللي موجوده فيها. هل ممكن تسبب الوفاه؟ هل ممكن حد يموت بسببها؟ الحقيقه لا، اجابه واحده وقاطعه، الاجابه لا. الاندومي او هذه الشعريه السريعه التحضير بتتباع في، وهذا الكلام على مسؤوليتي، بتوزع في امريكا وتوزع في كندا واستراليا ونيوزيلند وماليزيا والهند والصين وانجلترا وفرنسا. فهي بتباع بالمقاييس العالميه، واللي بيصلنا هنا ان الحكومه المصريه الحقيقه وهيئه السلامه والغذائيه في مصر قاسيه جدا وما فيش فيها هزار، ويعني بتقوم بدورها في هذا الامر الفعال. هذا كلام على مسؤوليتي. هل النودلز ذات قيمه غذائيه؟ ده السؤال اللي ممكن نساله. هي القيمه الغذائيه نقدر نسميها سعرات خاويه، سعرات خاويه، لان المكونات معظم المكونات الموجوده ما فيهاش المكونات الصحيه. لما نيجي نتكلم ان فيها مجموعه من الحبوب والدقيق، الدقيق بينقسم الى ثلاث اشياء: القشره الخارجيه والقشره اللي هي وجنين القمح، يعني الرده وجنين القمح، والاندوديرم الداخلي ده اللي هو السكريات اللي هي بلا فائده. فمعظم الحاجات السريعه الذوبان وخلافه ما فيهاش الجزء جنين القمح ولا فيها الجزء بتاع الرده، ففقدت بس فيها مكون بيقال عنه ان هو خطر جدا وهو الملح الصيني. اذا كان موجود فاي حاجه من الحاجات دي موجوده بالنسب العالميه، ما دام الكلام ده بيوزع في بلاد كبيره زي امريكا وكندا اللي فيها صرامه غذاء، وانجلترا وفرنسا، بس ونفس المركب اللي بيجي لنا هنا. هو اللي اثار الموضوع ده ايه يا دكتور؟ انه في طفل مات
في ولد عنده 17 سنه. من اذا في طفل مات مش شرط يكون مات من هذه المكونات. طلعت ليه؟ ما احنا عشان كده عايزين نتاكد. هي اخته طلعت في كذا برنامج وطلعت اتكلمت على السوشيال ميديا، قالت ان هم قالوا لها في المستشفى ده بسبب النودلز اللي هو بياكلها او الشعريه سريعه التحضير اللي هو بياكلها بكثره، لان هي قالت ان هو كان بياكلها بكثير جدا. هي آمنة، هي آمنة ولكن ليست ذات قيمة غذائية، هي آمنة وليست قيمة غذائية موجودة. الشعرية ده جزء من الأكل، يعني ما فيهوش خطورة على الجهاز الهضمي ولا ليه خطورة على الكلى ولا ليه خطورة على أي جهاز؟ لا ملوش أي خطورة في هذا الكلام، لأنه لو خدنا أي كمية منه ما نقدرش نقول، لكن هي سعرات خاوية. السعرات الخاوية ليست ذات أهمية، ليست ذات قيمة. إذا تناولها يعني الناس بشكل عام فده هيكون في نوع من المشكلة الأخرى بقى اللي هي السمنة والمشاكل طب الأخرى. طب لو حد بيتناولها بكثرة يا دكتور، يعني لو حد بياكلها كتير كتير جدا. بالظبط، لكن معظم المكونات الأخرى دي في الحدود الآمنة في الأغذية، ما بيحصلش من معظم هذه المركبات اللي مسموح بها داخل اللي يمكن تداولها في الإيو اللي هو الاتحاد الأوروبي ونورث أمريكا زي أمريكا وكندا، بأي جرعات لها قدرات تسممية غير مسموح بمثل هذا التداول. وفي مصرنا الغالية نفس الكلام. أيوة. فإذا أردنا أن نتهم حاجة لابد أن إحنا الأول يبقى فيه طب شرعي نعرف. أيوة. الولد تسمم من إيه، لأن ممكن يبقى تسمم غذائي. اللبن إحنا ممكن ناكل لبن يعمل لنا تسمم غذائي بالستاف. أيوة. أوليا. أيوة. ممكن ناكل بيض مسمم، بيضة مسممة تعمل لنا تسمم غذائي. الانواع من اللحوم بتعمل لنا بيبقى فيها نوع من البكتيريا اسمها كلوستريديم بوتوليزم زي الفسيخ اللي احنا بنعمله او حاجات من هذا القبيل. عارف يا دكتور، انا يمكن انا استضفت كذا دكتور تغذيه وكلهم كانوا بيحذروا من الشعريه سريعه التحضير كلهم. يمكن هذا كلام نقبله ليهم، لكن انا مسؤول عما اقول. انا ما اقدرش اقول انها حاجه محببه، لكن هي بتباع في العالم اجمع. حتى الاكل الحار جدا، حتى لو الصوص اللي فيها حتى لو الجديد منها الصوص اللي فيها حار جدا جدا، مش اي حد يقدر يستحمله. هل الصوص الحار قاتل؟ ده سؤال اخر. الاجابه لا طبعا. ما في. هل الصوص الحار مسمم؟ لا، هي في جرعات تسمميه لحاجات محدده بعينها. ايوه. انا ما اقدرش انصح الناس انها تاخد مثل هذه المركبات وانها تاكلها، دي مش من صفات شعوبنا، دي صفات شعوب اسيويه. وده اكلهم، يعني ده طعام اسيوي هم بيتناولوه بطريقتهم. احنا اقتبسناه وعجبنا، ده موضوع اخر خالص. يعني انت لما هتسافري في البلاد دي باذن الله، انا رحت طبعا هذه البلاد وانا اشتغلت في امريكا، هي فتره من العمر في هذه البلاد، يعني في البلاد دي بياكلوا كل شيء، بياكلوا كل حاجه. كانت هذه الاغذيه موجوده حتى في الولايات المتحده اللي انا اقمت فيها فتره طويله، لكن احنا اسرتي ما كانتش بتجيبها. يعني ما اقدرش انصح الناس بيها، لكن هي كانت موجوده داخل السوبر ماركتس وموجوده باسعار زهيده وفي متناول الجميع. طيب. لكن ده مش معناه ان احنا بنشجعها. ما اقدرش اقول لك ان انا بشجعها، لكن ما اقدرش اتهمها بالقتل. طيب دكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، انا بشكرك جدا. انا هتنقل على الملف التاني، بس معلش يا جماعه انا اسفه، ممكن تشوفوا لي برضو دكتور تغذيه؟ معلش انا اسفه، شوفوا لي برضو دكتور تغذيه نتاكد اكتر من المعلومه، لان انا استضفت كذا دكتور تغذيه قبل كده وكان بيحذرنا طول الوقت من الاندومي او من الشعريه سريعه التحضير بشكل كبير جدا، فخلينا برضو نتاكد اكتر. معلش. طيب ده كان ملف. الملف اللي بعده برضو عن قضية طفل هزت السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت وهزت الشارع كله. طفل عنده 7 سنين من قرية اسمها أبو زعبل في القليوبية، اتخاطف تقريبا حوالي 5 أو 6 أيام. الحمد لله رجع لأسرته مرة تانية. الحمد لله. ده كمان حسب بيان لوزارة الداخلية. بس الغريب إيه بقى في الحكاية دي؟ أحكي لكم قصة كده سريعا جدا. دلوقتي الطفل ده عنده 6 سنين، تمام؟ كان بيلعب في السايبر تحت البيت مع أصحابه، نزل مع أصحابه يلعب في السايبر تحت البيت، تمام؟ الطفل شكله بيحب جدا لعبة الببجي واصحابه كلهم بيحبوا لعبة الببجي، فقاعدين بيلعبوها. دخل عليهم في السايبر شاب كبير فلعب معاهم لعبة الببجي، فلقوه عمال بيكسب وشاطر جدا، فطبعا كلهم عجبوا بيه. كمان في حاجة في الببجي ان انت تدفع فلوس للببجي عشان الـ 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 الشخص اللي انت بتلعب بيه يكون لبسه حلو وجزمته حلوة وبتاع، فتفضل تدفع فلوس وحاجات كده. المهم هم اعجبوا بيه جدا،
فابتدى ان هو يلعب معاهم وكسب. بعد كده خرجوا بره السايبر، كان في ولاد اكبر من الولد عندهم اكتر من 6 سنين، قال لهم لو حد عايز يجي معايا واديله احط له فلوس على اللعبه عشان يعرف يجيب حاجات احلى في اللعبه. اللي اكبر منه يمكن كان عندهم وعي شويه وقالوا له لا احنا مش هنيجي معاك في حته. الولد اللي عنده 6 سنوات لسه صغير طبيعي، فلما قال له تعالى معايا ده انا هنزل لك اللعبه بشكل مختلف واحط لك فلوس على اللعبه عشان تعرف ان انت تلبس اللي بيلعب الشخص بتاعك في اللعبه شكله كويس وتلبسه جزمه حلوه وشكل حلو ومش عارف ايه، فتعالى معايا. الولد راح معاه. تمام. الحمد لله من حمد ربنا ان كان في كاميرا في الشارع ده جابت الشخص، والداخليه بالفعل جابت الشخص ونزلت الداخليه بيان بالكلام ده كله. تمام. والحمد لله كمان على وجود السوشيال ميديا في حياتنا، زي ما ليها سلبيات زي ما ليها ايجابيات كبيره جدا جدا، وايجابيات زي اللي احنا شفناها دلوقتي ان الطفل رجع في كام يوم. ليه؟ لان الاهل شيروا الصور فابتدى ينتشر الصور في كل حته، فممكن جدا يكون الشخص ده خاف فسابه، ففعلا اتبلغ ان هو في مكان معين في محطه معينه محطه قطر، وبلغوا اهل الولد ونزلوا بوست. على فكره في حد لقى الولد ده، نزل بوست، نزلوا البوست يا جماعه معايا، نزل بوست وقال انا لقيت الولد ده وبيقول اسمه فلان الفلاني، يا ريت اهله يحاولوا يوصلوا له. ده بقى سرعه السوشيال ميديا وايجابيتها وقد ايه هي مفيده وقد ايه بنقدر نستخدمها في حاجات كويسه. انه الولد اختفى من هنا، اول ما اتلقى على طول نزلوا كذا، الاسره لقيته ورجع لاهله مره ثانيه. فان طفل يتغيب وعنده 6 سنوات بس، انتوا متخيلين الاهل شكلهم بيبقى عامل ازاي او نفسيتهم بتبقى عامله ازاي؟ كارثه. فالحمد لله ان هو رجع مره ثانيه، ولكن بنشكر طبعا الداخليه ان هي نزلت بيان على طول وطمنت الناس. ولكن هنا بقى الدرس المستفاد ايه؟ هنا بقى ناخد الدرس المستفاد على طول. ولد عنده 6 سنين بيلعب في السايبر لوحده ليه؟ 6 سنين. طيب ابني بيلعب في السايبر لوحده، هل الولد ده حافظ رقم والده؟ حافظ رقم والدته؟ لو تاه هيعرف يكلمهم؟ عارف المكان اللي هو ساكن فيه فين؟ حافظ، ما 6 سنين ده يعرف يحفظ رقم والده او والدته، يعرف يحفظ العنوان اللي هو ساكن فيه. 6 سنين ده يبقى حافظ. لكن الولد مش حافظ، هو حافظ اسم والده بس. طب في طريقه تانية لو انا ابني صغير ومش حافظ، في طريقه تانية ممكن يقط القميص من ورا، اكتب اسمه، اكتب عنوانه، اكتب رقمي، نحاول ان احنا نتصرف. ولكن ان طفل عنده 6 سنين يبقى في السايبر لوحده، ده شيء غير مرغوب فيه دلوقتي، مش حلو، ما ينفعش نعمل كده، لانه الخطر حوالينا، يعني ربنا سترها مع الولد ده، ما نحبش ان الموضوع ده يتكرر مره تانية. ولما بتحصل قضيه زي دي دايما نحاول ان احنا ناخد الدرس المستفاد منها. طيب في موضوع تاني انا عايزه اتكلم عنه بعيدا بقى خالص عن الطفل. الحمد لله ان هو رجع لاهله، بنشكر الداخليه ونشكر بيان الداخليه جدا وعلى سرعه الاستجابه والكلام ده كله. عايزه اتكلم بقى عن حاجه تانية دلوقتي. في حاجه يا جماعه اسمها الاستدراج الالكتروني. الاستدراج الالكتروني ايه اللي بيحصل؟ مش في السايبر بقى، ابني او بنتي بيلعبوا على الببجي، بيلعبوا اي لعبه تانية، ممكن جدا حد من بره يخش يلعب معاهم، يعني حد من بره ما نعرفوش يخش في اللعبه معاه، وممكن جدا يبقى الشخص ده شخص كبير في السن، بس يعمل نفسه صغير عشان يخش يلعب معاهم، هما ما يعرفوش ده مين. حد بيعمل لهم ريكوست، انا عايز العب معاكم، اتفضل تعالى خش العب معانا، فبيبتدي ان هو يتصاحب عليهم ويبتدي يكون علاقه معاهم، علاقه صداقه. وبعد كده بتحصل كوارث تانية، وبتكلم على فكرة على أطفال. حوادث دي حصلت قبل كده ولا لأ؟ حصلت قبل كده، والناس اتجابوا واتقبض عليهم، ولكن بتحصل. بيبقوا عايزين إيه؟ اللي بيستدرج طفل إلكترونيا ده بيكون عايز منه إيه؟ صور لي بابا، صور لي ماما، صور لي البيت، معلومات عن البيت، انزل لي تحت، هات لي تليفونات بابا وماما. ممكن يكون عايز يستغل الطفل جنسيا، ممكن. حصل؟ حصل. فانا دلوقتي عايزه اتكلم عن الاستدراج الالكتروني للاطفال، ناخد بالنا منه ازاي. معايا دلوقتي المهندس رامي الجبالي، مؤسس صفحه اطفال مفقوده، ويمكن هو يقدر يفيدنا في الموضوع ده جدا. استاذ رامي، اهلا وسهلا، ازيك يا اميره؟ ازي حضرتك؟ شكرا جدا على اهتمامك بالنوع ده من القضايا، لانه يعني للاسف يعني ما بنسمعش عنه كتير غير على السوشيال ميديا بس، على الاعلام نادرا ما حد بيبص عليه ويحاول يقول للناس ايه اللي ممكن نعمله وايه المخاطر ونحلها ازاي. ايوه
ايوه، لانه هو الموضوع خطير جدا، والفكره ان اولادنا ماسكين التليفون 24 ساعه وبيلعبوا الالعاب دي بشكل كبير جدا، وفعلا ممكن الاقي واحد ولد بشوف كتير بيكلم ناس وهو بيلعب، بيكلم حد، خش يمين اضرب ده شيل ده مش عارف، هو بيكلم حد، فهل انا عارفه الشخص اللي هو بيكلمه ده مين ولا مش عارفه؟ طيب خلينا ناخد الحكايه كده من الاول عشان اللي بيسمعنا يفهم قد ايه احنا مقصرين في حق اولادنا فيما يخص امانهم على الانترنت. تمام. احنا جيل لما والده او والدته قررت تشتري له العجله جابتها له الاول بسنتين، وقف جنبيه يتاكد ان هو مشي بالعجله بالسنتين كويس. أيوة. وتوازنه فيها مظبوط، وبعد كده شلنا ناحيه من السندات عشان نطمن ان الولد لو حس بخطر هيسند على الناحيه الثانيه، وبعد كده شلنا السنتين لما اطمننا ان الطفل بيعرف يسوق العجله عشان ما يتعورش عشان ما يوقعش يعني وركبه تتعور ويعرض نفسه للخطر. تقريبا كلنا الناس اللي اهاليها جابت لها عجل او حتى هتعلمنا نعدي الشارع ازاي الاول، فهمنا ازاي ابص يميني وشمالي، وما سابوش من اول مره يعدي الشارع لوحده. اوكي. احنا في الانترنت ما عملناش كده. مع انها عندها مخاطر كبيره جدا، المخاطر دي لو واحد قرر يقرا عنها لمده 10 دقائق بس مش هيدخل ولاده الانترنت اصلا. طب احنا عملنا ايه؟ احنا خدنا ولادنا اديناهم التابلت في ايدهم هم داخلين يناموا، وقلنا له يلا يا حبيبي خش نام وخد التابلت بتاعك واتفرج على الفيديوهات الكرتون بتاعتك، وسبناه في هذا البحر العميق بدون ما نشرح له ايه المخاطر وايه اللمبات الحمراء اللي لما تشوفها تبقى عارف ان ده خط احمر لازم تتوقف عنده وتكلم حد اكبر منك. تمام. طيب احنا ابتدينا كلامنا بالاستدراج الحقيقي اللي هو حصل للطفل، والحمد لله رجع لاهله بعد 3 أو 4 أيام. تعالوا والحمد لله ده بيحصل بقاله سنين طويله والعالم كله فيه ده، ان واحد يستدرج طفل صغير بشوكلت بمصاصه بلعبه وياخده ويخطفه لا انا عايز اتكلم ده ازاي ممكن يحصل الكترونيا بقى، يعني انا ابني او بنتي دلوقتي بيلعبوا لعبه على الانترنت. نروح بقى للتطور الحاصل. التطور ده تطور ناحيه نفس الالعاب اللي الاطفال بتحبها. زمان كانت اللعبه ممسكه في ايدي ارنب، دلوقتي بقت لعبه احنا بنلعب بيها على الانترنت. اللعبه دي ابن حضرتك وابني واولاد ناس كتير بيدخلوا يلعبوها، هم بيلعبوا على اللعبه دي المفروض انهم اما انهم فريندز في الحقيقه، يعني ابني يعرف ابنك فبيلعبوا هم الاثنين اللعبه دي مع بعض، بيدخل بقى في وسطهم اطفال اخرين احنا ما نعرفش عنهم حاجه، المفروض هم اطفال. ممكن ما يكونوش اطفال. الحكايه بتحصل ازاي؟ ان في واحد بيدخل في وسطهم، الواحد ده اكبر منهم سنا بكتير، ولكن هو بيمثل ان انا قدهم سنا. بس هو عشان اكبر منهم بكتير فهو بيلعب اللعبه احسن منهم بكتير، وبالتالي سبب فوزهم في الماتشات اذا كانت كوره، اذا كانت ببجي، اذا كانت وات ايفر اللعبه اللي هم بيلعبوها، هو ان الشخص اللي معاهم ده اكبر منهم سنا، وبالتالي قدرته على التحكم في اللعبه اكبر، فهو بيبقى سبب في فوزهم، فكلهم بيتنافسوا على انهم يبقوا معاه في الفريق. بيكسب ثقتهم بان هو الشخص اللي بيكسبهم، بيبتدي بعد كده ياخدهم على جروبس في بلاتفورمز ثانيه بقى. الاول كنا بنتكلم في اللعبه، يبتدي يقول لهم طب احنا هنتكلم نتفق امتى هنلعب، طب اديني رقم الواتساب بتاعك عشان نتفق. أوكي. خد رقم تليفونه، من رقم تليفونه ابتدى يكلمه ويبتدي يعرض عليه، طب بص انا ممكن اديك يعني حاجات في اللعبه ليها فلوس. الالعاب الالكترونيه في منها العاب بفلوس، فيها حاجات فري تحط حاجات لازم فلوس. تدفع فيها فلوس. مظبوط. عشان تبقى عندك حاجات زياده، لبس زياده، واجهه يعني، بتبقى واجهه يعني. بالظبط. عايز تجيب لبس زياده، عايز تجيب حاجه تدفع كلنا لو لعبنا اللعبه دي 10 سنين كلنا هنبقى شبه بعض، بس تمام. انا ينفع ابقى غيركم بان انا ادفع فلوس فاجيب لبس تاني مختلف، اجيب كره مختلفه، تمام. اجيب حركه في اللعبه مختلفه مش موجوده عند حد غير اللي دفع فلوس. تمام. فالاطفال الصغيره في اهالي بتوافق ان ولادها يشتروا الحاجات دي، وفي اهالي بترفض. فبيفضل الاهالي اللي بترفض دي، تفضل الاطفال اللي اهاليها بترفض انها تجيب لها الحاجات والفلوس دي، بيفضل ده حلمهم ان انا عندي اللبس ده عشان اقول للناس ان انا كمان دفعت فلوس. بيدخل له بقى المبتز الالكتروني ده، يدخل يقول له انا دي عندي، بس بص بقى انت هتديني، ابعت لي صورتك، ابعت لي صوره مامتك. فالولد بالنسبه له دي حاجه لو هو صغير سنا عادي، صغير في السن فمش لو هو فاهم، لو كبير سنا هيرفض. فيقول له انت مش واثق فيا، طب يا عم ادي صوره مامتي. هو اكشلي ما بعتلوش صوره مامته، بعت له اي صوره، هو بعت له صوره ثانيه، هو بعت له صوره اي حد. فالطفل شاف ان ما هو ده بعت لي فانا ممكن ابعت له. ايوه. صور لي نفسك وانت في الحمام، وريني عضلات بطنك، وريني عضلات رجلك. فيصور له نفسه ويبعتها له، يصور اخته ويبعتها له، ومن هنا بتبتدي الكارثه بقى. ليه؟ ده حصل فعلا، ده حصل فعلا. لما بقى معاه صوره الام مثلا، لو هي مش الكلام ده حصل فعلا؟
فندم؟ الكلام اللي بتقوله ده حصل فعلا؟ في نماذج كده شفتها؟ طبعا طبعا طبعا، وقضايا احنا اشتغلناها مع اجهزه الدوله يعني المختلفه عشان نجيب الناس اللي عملت كده. تمام، وبعدين ايه اللي بيحصل؟ صور لي اختك، اللي بيحصل بقى ان انا خلاص بقى معايا صور للطفل وصور لامه وصور لاخته. يعني في القضيه اللي احنا اشتغلناها كان المبتز او المجرم الالكتروني ده كان بيعمل ايه؟ كان بيطلب من الولاد تصور مامتها بقى وهي نايمه بعد ما خلاهم يصوروا نفسهم، فبقى يهددهم ان انا هنشر صورتك وريها لاصحابك. طب عشان ما تعملش كده اعمل ايه؟ صور مامتك، صوري ماما وهي نايمه، صور لي اختك وهي نايمه، ويروح بالصور لمامته يقول لها انا هنشر صورك على الانترنت وهقول لجوزك ان انا كنت عندك في البيت. لو ما عملتش كام راجل ايه تعرفين التهديد ده؟ ان لو راجل بعت له صوره مراته وهي نايمه ان الصوره دي الراجل ده ما كانش عندي في البيت. ممكن لا يصدق يمين براحتك، بس هي هتعمل مشكله. طبعا. فبتبتدي الام تدفع فلوس مقابل الابتزاز اللي حصل لها. طب ايه تاني بيتعمل؟ بيخلي في اطفال في سن اكبر سنا اللي هم في 9 و10 و11، في منهم المجرم كان بيقول لهم لما بابا وماما ينزلوا من البيت انا هاجي لكم البيت، اديني الوان هاجي لك البيت. طب بيروح له البيت ليه؟ في منهم اللي راح خد منه تليفونه، والولد بقى مطلوب منه يقول لاهله ان انا تليفوني ضاع مني في النادي او ضاع مني في المدرسه. وفي منهم اللي انتهكوا جنسيا. والاهالي اللي احنا ليتر بقى في مرحله لاحقه بعد ما جبنا المجرم ده بلغناهم باللي حصل في عيالهم، كان اللي احنا بنحكيه ده بالنسبه لهم خيال علمي. ما تصوروش ولا تخيلوا. رامي انت بتتكلم على شخص بعينه عمل كده وتم القبض عليه صح؟ طبعا. طيب دي كانت قضيه احنا اشتغلناها من ايوه افتكرت القضيه دي، افتكرتها. واتقبض عليه الشخص ده اتقبض عليه ولقوا على تليفونه بلاوي تانية بقى، ناس اساسا ما راحتش بلغت لقوا بلاوي تانية على تليفونه. ايوه. طب اللي اتقبض عليه اتقبض عليه ليه؟ عشان الناس بلغت. تشجع عشان الناس بلغت، قرر يحكي ان في مشكله. طبعا طبعا، لان هي دي الكارثه. طبعا الاطفال بسبب تهديد اهاليها، لان انت لو عملت حاجه غلط هضربك، هحبسك، هاخد اللابتوب، هاخد التليفون، هاخد البلاي ستيشن. الطفل لما بيتعرض لخطر بيعرف ان انا هتعاقب عقاب شديد، فبيفتكر ان انا هعرف احل مشكلتي لوحدي. ايوه. ده ساعات بيتسبب في انه يدخل في مشاكل اكبر، وبينتهي احيانا بالانتحار. يعني ايوه، الطفل ممكن عشان يخلص من الاستريس، الاستريس اللي هو فيه ده والضغط اللي هو فيه ده يموت نفسه. ايوه ممكن تحصل. بالظبط كده. هو أيوة. بيقول ان انا لو قلت لبابايا انا لو مت. طيب احسن. نحمي اولادنا ازاي من اللي بيحصل على الالعاب الالكترونيه دي، واللي من الناس الدخيله؟ طيب. اللي ممكن تخش تلعب مع ولادي وانا ما اعرفهمش اصلا، احمي ولادي ازاي؟ طيب مبدئيا هو مفيش حاجه اسمها ولادي بيلعبوا مع ناس ما اعرفهمش، ده لازم يتقفل تماما. تمام. رقم واحد، ولادي ما ينفعش يلعبوا مع ناس ما اعرفهمش. رقم اتنين، لو الاكونت بتاع ابني اتسرق في اي مرحله، في ناس بيقول لك ده اكونت تعمل غيره، ايه المشكله يعني؟ لا طبعا لازم تتاكد من الاكونت او الحساب الالكتروني بتاعك في اي حته يتسرق لازم تتاكد انه يتقفل. ليه؟ لان المبتز حد تاني هيستخدمه، بيستغله عشان يتظاهر بانه ابنك طفل، وبالتالي ممكن تفاجئ بجريمه ارتكبت وبقيت انت متهم فيها لمجرد ان الاكونت بتاعك بقيت محتاج تثبت ان مش انت اللي عملت كده. فرقم واحد ان انا ابني ما بيلعبش مع ناس ما اعرفهمش. رقم اتنين، لو اكونت ابني في اي واحد من السوشيال ميديا اكونتس او اي حاجه من الجيمز اتسرق لازم اتاكد انه يتقفل. رقم ثلاثه، لازم نتكلم مع اولادنا. طبعا يعني ابنك لازم متفق، لازم يكون في جسر من الثقه مشكلة. لازم يكون في جسر من الثقه، ولازم يبقى الاولاد مش خايفين يجوا يحكوا لنا، مش خايفين من رد الفعل. ده ما بيحصلش من يوم وليله، ده جسر ثقه بيتبني على مواقف كتير بتبنيه وكلام كتير وحوارات كتير وصداقه طول الوقت. يعني لازم الاهالي يخلوا بالهم من النقطه دي جدا. طيب ناقص نقطتين، ودول نقطتين مهمين جدا. لازم ابقى عارف لما احب ابلغ ابلغ ازاي وابلغ مين. يعني ايه؟ يعني ابلغ ازاي؟ ما هي الدلائل اللي في ايدي اللي بتدل ان في جريمه والقانون هيعترف بيها؟ يعني واحد بيبتز ابني بمسجات على الواتساب. تمام. هاخد منها سكرين شوت وامسحها. ولا ليها لازمه خلاص. طالما سكرين شوت كده. ادمية معايا سكرين شوت خلاص. لازم احتفظ بيها على تليفوني، لازم تبقى موجوده عندي. تمام. خلاص؟ تمام. الدليل الالكتروني ده لازم ابقى محتفظ بالداتا على تليفوني، ما اقولش انا همسحها عشان ما حدش يشوفها، لا هو لازم تبقى موجوده على التليفون. ده رقم واحد. رقم اتنين، مين؟ يعني لازم تعرف الاول ايه الحاجات اللي انت لازم تشيلها. ماشي. وسائل الابلاغ المختلفه، ابلغ مين؟
ابلغ مين الناس اللي انا المفروض اكلمهم واكلمهم اقول لهم ايه. احنا عندنا على مستوى الجمهوريه في اكثر من جهه كلهم مهتمين بالقضايا اللي ليها دعوه بالابتزاز الالكتروني، سواء للسيدات او للرجاله او للاطفال. ولكن لو احنا بنتكلم على طفل، فاحنا عندنا نجده الطفل. انت لما هتبلغها بان ابنك بيتعرض لابتزاز الكتروني، نجده الطفل هتعمل لك انت البلاغ باسمها في النيابه العامه. أيوة. مكتب في النيابه العامه اسمه مكتب حمايه الطفل، ده مختص بكل ما يخص الجرائم اللي ممكن يتعرض لها طفل، ده مسؤول عن ابنك لما يتعرض لاي خطر. تمام. النيابه دي عارفه قانون الطفل وتعرضت للنوع ده من القضايا كتير، وتعرف تتصرف بسرعه، يكون في سرعه في اتخاذ ان هم يتصرفوا. ومباحث الانترنت في الداخليه. مباحث الانترنت في الداخليه. تمام. دول الثلاث منافذ او الثلاث ابواب اللي انت ممكن تتركهم لو انت ما تعرفش انهي اسم اللي هتقول له ايه ومباحث الانترنت فين. رقم 16000 بتاع نجده الطفل انت ينفع تبلغهم انك ابنك بيتعرض لابتزاز. 16000 رقم نجده الطفل. هم يعملوا لك البلاغ ويوجهوك تروح على نيابه ايه. تمام تمام. نشكرك جدا مهندس رامي الجبالي، مؤسس صفحه اطفال مفقوده. يعني سريعا كده، لازم يكون في جسر من الثقه بيننا وبين اولادنا، لازم اتابع هما بيلعبوا مع مين، سواء بقى باب جي او اي لعبه تانية، اعرف هما بيلعبوا مع مين، مين اللي ابني طول الوقت بيقعد يكلمه ده بيكلم مين، حد انا اعرفه ولا حد ما اعرفوش، لو حد ما اعرفوش ممنوع، يطلع بره اللعبه فورا، وبيعرف يطلعه، بيعرف ما خلاص ده مش هيلعب معانا تاني، لو انت حتى ما تعرفيهوش، ممكن يكون طفل بس انت ما تعرفيهوش خلاص مش هينفع، انتهى الموضوع. فنخلي بالنا، وزي ما الأستاذ رامي قال دلوقتي وقال كل النصائح، لو حد تعرض لأي حاجة بلغوا نجدة الطفل فورا، على طول يبقى معاكي محامي قوي، على طول تروحي للنيابة، على طول تتصرفي وتاخدي حق ابنك، لازم تعرفي أو تقدري إن أنت تاخديه، وإن شاء الله ربنا يحفظ ولادنا كلهم. وده كان ملف مهم جدا وكان لازم إن احنا نتكلم عنه، ولكن كمان ملف الإندومي مهم جدا. وعايزة بس سريعا قبل ما نتنقل الملف الثالث آخد دكتور مجدي نزيه خبير التغذية. كنت عايزة أعرف منك يا دكتور، معلش سريعا، أنا اتكلمت في الملف ده ولكن أنا عايزة أعرف دلوقتي، الشعرية سريعة التحضير في خطورة منها على صحتنا، نعم أم لا؟ تفضل. أهلا بيك يا أستاذة. أهلا يا دكتور. في الأحوال العادية ما فيهاش خطورة إلا في حالة الإفراط في استهلاكها. تمام. لأنها بتحتوي على مكتب نكهة، يعني حاجة بتدي طعم، والمادة اللي هو الملح الصيني ده، اللي هو الملح الصيني اللي هي مادة جلوتامات أحاد الصوديوم. تمام. الدراسات وضحت إن في حالة الإفراط في استهلاك لوقت طويل بتعمل ضمور في نهايات الأعصاب. ده وبعد الضمور بيحصل إيه يا دكتور؟ معلش. لا ده دي قصة ممكن تحصل بعد سنتين ثلاثة أربعة. إيه اللي يحصل؟ حصل ضمور، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ لا خلاص ده ضمور في نهايات الأعصاب، مفيش خلاص. يعني تحصل ملهاش حل. ملهاش حل. لا هي ملهاش حل، بس ده مش موت. ان احنا نتناولها كتير، ده اللي هو بمعدل ايه تقصد يعني؟ يعني المفروض ان الحاجه دي لو اتاخدت مره كل 15 يوم، مره كل 10 ايام، مفيش مشكله، انما ما ينفعش تتاخد كل يوم. واللي بياخد كل يوم بالعلبه والاثنين والثلاثه، لا يبقى هو حر مع ربنا، بس ما يجيش يسالنا. ما يجيش يسالنا، لان كان في تضارب في الاراء. يعني في راي يقول لك لا خطر جدا وخطيره جدا ومفروض ان احنا نبعد عنها ونبعد اولادنا عنها، لان المواد اللي فيها وخاصه الملح الصيني ومكسبات الطعم خطيره جدا جدا وبتسبب امراض كتيره وممكن ما يكونش ليها علاج زي ما حضرتك قلت. وفي راي تاني بيقول لا ما فيهاش اي مشكله، لان هي بتتباع في امريكا وبتتباع في الاسواق العالميه، وحتى لو فيها مكسبات طعم او الملح الصيني فهو بنسبه معينه مش مضره. اسمحي لي، يعني ايه امريكا؟ ده غالبيه الاغذيه اللي تباع في الاسواق الامريكيه ليها سلبيات على الصحة أكتر من اللي هنا. أيوة. لأن البيزنس هو اللي بيتكلم مش العلم هو اللي بيتكلم. هو الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي هو اللي قال لنا الكلام ده، عشان كده أنا حبيت أتأكد من حضرتك دكتور. اسمحي لي، الأبحاث اللي عندنا إحنا في مجال الغذاء والتغذية بتقول أن الاعتماد على ملح صيني سواء كان الشعرية سريعة التحضير دي أو مكعبات المرأة، لأنها نفس المادة، في حالة الاعتماد عليها لمدة سنتين أو ثلاثة أو أكثر بتحدث ما يسمى مرض المطاعم الصينية، وهو ضمور في نهايات الأعصاب. ده
الدراسة بتقوله، ده مش كلامي ولا كلام حد من عندنا من هنا. أيوة. أما كون إن الكلام كان طلع كلام على الملح الصيني إنه ده بيجيب سرطان. هتقول يا دكتور محمد المنيسي يا جماعة، معلش تفضل يا دكتور، معاك. تفضل يا فندم. أنا معاك يا دكتور، تفضل. أوكي. تفضل. كون إنه بيجيب سرطان، كون إنه مش عارف بيعمل إيه، لا طبعًا الكلام ده مبالغ فيه جدًا، ده في حالة الاحوال العاديه كاندومي، الحاجات اللي موجوده في السوق. ايوه، ما ده اللي انا عارفاه من جميع دكاتره التغذيه، هي دي المعلومات اللي عندي. كويس. انه مكسبات الطعم والملح الصيني اللي موجود في هذه المنتجات مضر. أيوة. جدا بالصحه. لا مش مضر، لا مش مضر بالصحه، لا له سلبيات في حاله الافراط. بس في حاله الافراط، انما أيوة. اما اكله، لان النسب اللي محطوطه فيه محطوطه على أن لا تضر الإنسان إذا استخدمه استخدام مرشد. هو في نوع من أنواع الإدمان يا دكتور؟ معلش أصل الناس مش عارفة تستغنى عن الإندومي، أنا مش فاهمة ليه يعني. لا لا لا، أو الشعرية سريعة التحضير، الناس مش عارفة تستغنى، بيحبوا طعمها جدا. لا ماشي، هم يحبوا طعمها، هو مش إدمان، هو عدم قدرة على الإدارة المنزلية. طب دكتور مجدي، انا يعني هطلب منك خليك معنا في المداخله دلوقتي. بطلع. دكتور محمد المنيسي. أيوة. اهلا بحضرتك. احنا كلمنا دكتور مجدي نزيه خبير التغذيه، سالناه عن الشعريه سريعه التحضير، قال لنا ان هي لا، فيها المواد اللي موجوده فيها سواء الملح الصيني او مكتسبات الطعم دي فيها خطوره كبيره جدا لو تناولناها يوميا مثلا. يعني الدكتور بيقول دي اخرنا مره كل 10 ايام او مره كل 15 يوم، هنتناولها بشكل كبير هيكون ليها اضرار صحيه كبيره جدا. حضرتك قلت لي على مسؤوليتي الشخصيه الكلام ده هي ما فيهاش خطوره، صح؟ اميره بصي يا حبيبتي، اللي بيكلمك ده اسمه الدكتور محمد منيسي. أيوة. لما يقول الكلام ما ينفعش حد يتكلم وراه تاني ابدا. واخده بالك يا اميره؟ طيب دكتور محمد، دكتور محمد بصي يا حبيبتي، انا ما احنا عايزين احنا عايزين نفيد الناس. احترامي لكل الاطباء، اللي احنا بنقوله دي حاجات بتتوزع في العالم كله، احنا ما بنقولش انها لازم الناس تاكلها، احنا بنقول انها حاجه عشان تتباع وتبقى في الاسواق، دي اكله موجوده في اسيا وبتباع في العالم كله، كل يوم بتبيع اكتر من حاجه، يعني رقم غريب من الوجبات بالبليونز. اوكي. ده مش معناها انها لابد ان احنا ناكلها او ان احنا بنشجعها. اهل اسيا بيحبوها في كل مكان. تمام. هل تمام. احنا ناكلها زيهم؟ ده موضوع تاني، دي اجابه اخرى، لكن هل هي قاتله؟ الاجابه لا. حتى لو كلتها كل حبيبتي يوم. حبيبتي لا حتى ولا مش حتى. هي ده موضوع تاني خالص. طيب. هي اذا دخلت مصر وقلنا انها قاتله يبقى في تقصير، ده كلام مش مظبوط يا حبيبي. طيب. إذا دخلت أمريكا وقلنا قاتلة يبقى في تقصير. هذه الأماكن بتباع في جميع دول العالم، ده مش معناها إنها قاتلة، لكن مش معناها إن إحنا ناكلها أو إن إحنا نشجعها. هي سعرات خاوية فقط. وأي حاجة في الدنيا سعرات خاوية إحنا ما بنشجعهاش، لكن ده مش معناه إن إحنا ناكلها أو إنها موتت عيان أو شخص. إذا في حد مات فإحنا نبحث عن الوسيلة اللي أدت إلى وفاته. طيب دكتور محمد المنيسي بنشكرك جدا. دكتور مجدي. أيوة. سمعت حضرتك التعليق؟ ما هو كلام، هو نفس الكلام اللي أنا قلته. لو حضرتك تاخدي بالك هو نفس الكلام. وحضرتك قلت إن إحنا نتناولها لو خدتها كده مرة كل 10 أيام أو 15 يوم ما فيهاش مشكلة. لكن اللي يتناولها بشكل يومي فيه خطورة. طبعا في خطورة. لا ده مش كلام إيه؟ دكتور محمد المنيسي. لا لا اوكي على كل مش انا اللي بقول، انا بتكلم على الدراسة اللي بتقول. الدراسة بتسمى مرض المطاعم الصينية، لان في النهاية هو مركب كيميائي، لان وضحت الدراسات ان الاعتماد على تناول هذه المادة بصفة مستمرة لمدة سنتين او ثلاثة يحدث مرض يسمى سوقيا مرض المطاعم الصينية، اللي هو بيبقى عبارة عن ضمور في نهاية الأعصاب، إنما ده ليس قاتلا. أما كون الكلام اللي طلع ليس قاتلا، ولكن بيعمل إيه يا دكتور عشان نفهم يعمل أكتر؟ ضمور في نهاية الأعصاب. حضرتك تقدري تخشي على الإنترنت وتكتبي المونوسوديوم جلوتاميت وعلاقتها بالمشاكل الصحية في حالة الإفراط. ده كلام يعني
ده كلام الابحاث مش تمام. احنا تمام واخد بال حضرتك. اما الحاله، لكن الحاله اللي الطفل اللي توفى ده حضرتك لازم نشوف تصريح المستشفى ايه، سبب الوفاه ايه، اللي نظروا الحاله قالوا ايه، هل نتيجه المواد الحريفه بكميه كبيره وهو ما استحملش الكلام ده، جاله التهاب في القناه الهضميه والمعده وحصلت انزفه وي 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 ممكن. هل هي لا قدر الله كان العينه دي فيها ماده سامه ممكن، ودي الحاله دي اللي يقدر يقولها تقرير المستشفى، تقرير الطب الشرعي. الطب الشرعي الطب الشرعي نعم. ايوه والطب ماشي. الشرعي معمل السم. طيب دكتور مجدي نزيه خبير التغذية، أنا بشكرك جدا على المعلومات المهمة دي. حتى الطب ممكن يكون فيه آراء مختلفة، حتى الطب ممكن يكون فيه آراء مختلفة، لكن اللي احنا تأكدنا منه في الملف ده إنه الشعرية سريعة التحضير مش حاجة مفيدة. يعني كان معانا رأيين ممكن يكونوا قريبين من بعض، فيهم بعض الاختلافات، ولكن اللي احنا تأكدنا منه إن هي ما فيهاش أي حاجة مفيدة، بل بالعكس لو فيها فهي حاجة مضرة مع الوقت ومع التكرار منها. وعلى إيه وليه؟ وليه أصلا؟ وليه أعرض حياتي أو صحتي، بلاش حياتي، ليه أعرض صحتي للخطر؟ أو ليه أعرض صحتي إن أنا أكل حاجة مش مظبوطة، أو أكل حاجة فيها حاجة ممكن تضر صحتي بأي شكل من الأشكال، بشكل ضعيف أو بشكل كبير، ليه أصلا؟ ده كان ملف، وكان ملف مهم جدا، وأعتقد إن إحنا تناولناه يعني من جميع الجهات وجميع الآراق. هنكمل باقي ملفاتنا ولكن بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم مرة تانية في ملفات. الملف اللي موجود معايا دلوقتي من أهم الملفات اللي أعتقد مش أنا بس، برامج كلها هتتكلم عنها، الإعلام كله هيتكلم عنها الفترة الجاية بشكل كبير جدا. الذكاء الاصطناعي، ثورة جديدة في كل المجالات، في كل المجالات، في الإعلام وفي الديكور وفي المزيكا. ثورة جديدة في عالم المزيكا، وأعتقد إن كل الناس الكبيرة الفطحلة في عالم المزيكا هيبتدوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي، ولكن أعتقد إن هم هيبتدوا يستخدموه بشكل معين عشان برضو نحافظ على تراثنا ونحافظ على تاريخنا ونحافظ على الأصوات اللي مش هتتكرر تاني. ولكن ممكن جدا ملحن أو موزع أو كذا أو كذا يبقى عنده طموح، هو أنا ليه أم كلثوم ما تغنيليش؟ ما أنا ممكن جدا بالذكاء الاصطناعي أم كلثوم شخصيا بجلالة قدرها تغنيلي، تغني اللحن بتاعي. ممكن بالذكاء الاصطناعي ده يحصل، ممكن أي حاجة بالذكاء الاصطناعي تحصل، ولكن هل ده ممكن يضايق ناس تانية؟ هل كده أنا باجي على حقوق ناس تانية، ولا ده دلوقتي هيبقى شيء طبيعي؟ حاجة تانية، هل ممكن يعني دلوقتي الفنان عمرو مصطفى عمل لحن الأغنية وكلمات الأغنية وخلى صوت شبه صوت أم كلثوم يغنيها بالذكاء الاصطناعي، ونزل الإعلان ليها بصورة أم كلثوم وكذا وكذا وكذا، تمام. هل ممكن حد يطلع يعمل أغنية لعمرو دياب بصوته بالذكاء الاصطناعي؟ ممكن. هل ممكن لنانسي عجرم؟ ممكن. ممكن لأي فنان؟ ممكن. طب هل ده هيضايق حد؟ هنعرف. معايا دلوقتي المنتج محسن جابر، وهو رئيس مجلس إدارة شركة مزيكا. أهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ امير. اهلا بحضرتك. طيب دلوقتي اللي انا اعرفه ان الحقوق لام كلثوم هي لحضرتك، هل الكلام ده مظبوط ولا لا؟ مظبوط 100%. مظبوط 100%. طيب دلوقتي عمرو مصطفى عمل الاغنيه بالتلحين بكذا بكذا بصوت هو بيقول ان هو شبيه لام كلثوم لان هو استخدم فيه الذكاء الاصطناعي، مظبوط؟ مظبوط. مظبوط كده. ده مضر لحضرتك في ايه؟ ده هيضرك ازاي؟ مضر ليك ليه؟ شوفي، لو عمرو مصطفى لما يعمل كلمات ويعمل لحن ويعمل موسيقى ويغنيها اي حد، لا ما عنديش اي مشكله. تمام. حتى لو استحضر صوت ام كلثوم. تمام. انما مش من حقه الا انه يستعمل اسم ام كلثوم ولا صوره ام كلثوم كاعلان. ده نمره واحد. يعني مثلا زمان كان في احدى الشركات ايام الكاسيت كانت بتعمل حاجه اسمها المجموعه الذهبيه. كانوا بيجيبوا بنات كورال ويقلدوا الفنانين تماما، يعني اغنيه ورده مثلا
تبقى واحده كورال بتغني وبتقلد ورده. هي لبلبه ياما قلدت مثلا. لحد هنا مفيش مشكله بس المشكله لما يحط صوره ورده على شريط الكاسيت. فانت لما هتروحي تشتري هتشتريها ورده بس المضمون جوه ما هوش ورده. دي ورده براحتك وبالتالي ممكن تقولي لا دي ورده صوتها نشز. تمام. ماهيش الطبيعيه. تمام. انما في تجربه عمرو مصطفى جرب واعمل، انا ما عنديش اي مشكله في الحته دي بس ما تتمحكش في ام كلثوم. ام كلثوم ماهيش لعبه. ما تسوقش باسم ام كلثوم يعني. لا ممنوع. عايز تعمل لحن وتشتغل بالذكاء الصناعي ابتكر وابتكر صوت بال 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 بالذكاء الصناعي وقول انا بقدم الموديل الفلاني اسمها كذا بالذكاء الصناعي. انما تقول انا بقدم ام كلثوم لا، هنا لازم يكون في وقفه. ليه؟ لان اللي هيسمع من عشاق ام كلثوم او اللي ما كانش لسه من عشاق ام كلثوم. لو سمعها واحد لو هو مستمع جديد من الجيل الجديد وسمعها هيقول اللهم كانوا بيسقفوا لها ليه؟ لانه هيسمعها بتنشز. بصي الذكاء الصناعي ممكن يستحضر توناليتي الصوت. اوكي. بس ما يقدرش يستحضر الاحساس. ما يقدرش يستحضر الشجن. ما يقدرش يستحضر العرب. لان العرب والحاجات دي كلها ما يعرفش يعمل عرب الذكاء الاصطناعي؟ لا مش يعرف يعمل عرب؟ لا هو بيديكي ماتيريال. بيديكي خامه انت وظفيها. وظفيها ركبيها على كذا على كذا زي ما بالظبط. مش بس الصوت. انت لو اديتي له نموذج لاغنيه او اغنيتين ثلاثه مثلا، اديتي له اغنيه حرمت احبك وقلت له انا عايزه اغنيه شبيهه بس مختلفه المفردات. تمام. ربما هيدي لك اغنيه مفرداتها اعلى منها. ليه؟ لان هو بيجيب من داتا بيز فظيعه، بيجيب اعلى المفردات وهيعمل لك اغنيه. وده حصل يعني اولادي، ما هم اولادي في الشركه بالفعل عملوا ده. بس لم يطرحوا لسه في الاسواق حاجه. عملتوا ايه بالذكاء الاصطناعي؟ استخدمتوه ازاي؟ لا يعني انت الذكاء الصناعي في الابلكيشن، انت لو حطيتي له اغنيه وقلتي له عايزه زيها او عايزه بالفكره الفلانيه، مش لازم اغنيه، فكره، حطيتي له بس جايد الفكره، بنت حبت فلان وبتاع وسابته، هيدي لك 500 اوبشن. بصوت مين؟ بصوت مين؟ بانهي صوت؟ ده كان ببتدي لك الاغنيه ككلمات. ولو عايزه حد يغنيها يعني الموضوع مش قاصر في الذكاء الصناعي على الصوت. الذكاء الصناعي وصل لدرجه الى انه حضرتك استاذه اميره ممكن يستنسخك. يعني انت لو شفتي التجربه اللي تمت على احد المحطات التلفزيونيه الخليجيه، طلعت مذيعه وقعدت على الديسك وقالت انا النهارده بدل ميسون. ايوه. واخده بالك؟ هتلاقيها على النت. ايوه شفتها. فده استنسخ. هنا بقى تقدري تستنسخي التأليف، وده خطر على المؤلفين لان ممكن المؤلفين تقعد في البيت. طبعا. والملحنين. تستنسخي الملحنين. الملحنين لانك انت لو اديتي له كلمات اغنيه قلتي له لحنها طبقا لمدرسه كذا، يعني سمعتيه ثلاث اربع اغاني من بليغ حمدي، هيلحنها لك لحن قريب الشبه لبليغ حمدي. ثم بتقولي له غنيها بصوت سين صاد بتاع عمرو دياب بتاع، هيغنيها لك. هيستحضر التوناليتي بتاعته. بس كل ده بس كده هل هيتم القضاء على يعني مهن كتير مهمه؟ لا. طب وفين الابداع هنا؟ الابداع فين؟ لا شوفي يا استاذه اميره، احنا يعني انا راجل مش صغير في السن طبعا، فانا في مرحلتي الفنيه عديت في تجارب شبيهه بدي كتير. تمام. يعني مثلا النقله من شريط الكاسيت، يمكن انت حضرت شريط الكاسيت اللي هو اختفى دلوقتي. تمام. ثم بقى في انترنت، الناس قالت احنا هنروح فين؟ الداونلود مجاني
والشركات توقفت وكانت الشركات حوالي 700 شركه. اتغير شكل الموضوع، الموضوع شكله اتغير، اتطور الديبند كله اتغير بالظبط. احنا دلوقتي في مرحله جديده، المراحل دي دايما بتاخد لها ما بين 5 لـ7 سنين عشان تستقر وتبقى ستيبل. الذكاء الصناعي داخل في كل حاجه، يعني في احد الشركات الانتاج العالميه يونيفرسال مثلا، قسم من اقسامها الرئيسيه الاي اي، مش بس المفردات، لان السكرتاريه تشتغل بالاي اي، او الجرافيك يشتغل بالاي اي، او الاي تي في الشركه تشتغل بالاي اي، لا ده البرودكشن اي اي. اي اي الجديد بقى في المستقبل، لان كل فنان في العالم هيبقى له الاي اي بتاعته، النسخه الاي اي بتاعته المستنسخ بتاعه، زي مستنسخ بالظبط كده. يعني عمرو دياب هيبقى له الاي اي بتاع عمرو دياب. مين اللي هيكسب بقى من الاي اي بتاع عمرو دياب؟ عمرو دياب ولا حد تاني؟ شوفي بصي، الحاجات دي بناء على خبرتي بتاخد لها فتره فوضى عبال ما تتنظم بشكل او باخر ثم تستقر. طب هل هنا يعني النهارده مثلا زوجة ايلون ماسك عامله صوتها، الصوت بتاعها حتى صوتها اي اي، بس هي عرضاه للبيع، هي بتاخد 50% نسبه بالظبط. فهنا الموضوع مقنن، يعني انت عايز تستخدم صوتي في اعلان او في اي حاجه ما عنديش مشكله، بس هاخد النسبه بتاعتي. لحد دلوقتي كلمه مقنن دي ما اقدرش، يعني ما اقدرش لسه الموضوع لا مش ليه؟ لانك انت لو استنسختي صوتها بس ما استعملتيش اسمها، ما استعملتيش اسمها ولا صورتها، بقى معاكي صوت بس هتماركتيه ازاي؟ تعملي له ماركت ازاي؟ وازاي تشهريه وتقولي له اسمعوا يا جماعه، تقولي لهم اسمعوا يا جماعه ايه صوت جديد؟ لا انت هتقولي لهم اسمعوا زوجة، هنا بتتمحكي فيها زوجة ايلون ماسك، زي ما بيتقال كده اسمعوا نسخة ام كلثوم. ده تمحيك في ام كلثوم، انما الجدعانه بقى انك انت تستعمل الاي اي وتستنسخ صوت وتماركته. ليه هيتمحك في ام كلثوم؟ ليه هيتمحك في ام كلثوم؟ شوفي دايما الفنانين تقول ايه لما بيكون البركه راكده بيدور على حاجه تحركها. مفهوم المثل ده؟ مفهوم. وهو واحنا على فكره وكان ليه حق الرد، بس هو يعني هو ليه حق الرد برضه، بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. هيتمحك في ام كلثوم عشان خاطر يكسب ايه؟ ايه اللي هيكسبه؟ ايه المكسب ان هو يتمحك في ام كلثوم زي ما حضرتك قلت؟ زي ما قلت لك انه يحرك البركه الراكده اللي هو فيها. يعني هو بيقول لك مثلا في احد الاحاديث بيقول لك انا طلعت 10 اصوات ما نجحش منهم احد. طيب سمعت جزء من الاغنيه؟ قدم ايه؟ قدم ايه على مدار الـ3 4 سنين اللي فاتوا؟ كل الفنانين زعلانين منه، ما حدش بيغني له. سميره سعيد ما بتغنيلوش، عمرو دياب ما بيغنيلوش، راغب علامه ما بيغنيلوش، ارد لك مين وما بيغنيلوش؟ هو راح يشتغل او يطلع اصوات جديده. هو قال بصوته في احدى البرامج قال ما نجحوش الـ10. طب النهارده يعمل الدوشه بايه؟ ما هو قدامه ليه ما حدش إيه؟ حضرتك بتقول دلوقتي ما حدش عايز يتعامل معاه بقى له فتره، ليه؟ علشان المشاكل اللي بيعملها. سمعت يعني ما يتقال انا عملت عمرو دياب، لا مش انت عملت عمرو دياب. انت عشان لحنت له لحنين ثلاثة في حياتك يعني هو حقيقي لحن له كتير، دي حقيقة، ولكن عمرو دياب ده قصة مختلفة، ده لا حاجة لا 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 ده يعني قصة مختلفة يعني خالص. فين يعني فين بصي علامات عمرو دياب مثلا بالنسبة لي نور العين، ده لحن نصر المزداوي، تملي معاك لحن شريف تاج، يعني كل بصمات عمرو دياب. لا لما تيجي برضه سميرة سعيد هتلاقي كل بصماتها بليغ حمدي. لا الواحد يتكلم على قده. سمعت الاغنيه؟ ما عجبتنيش. ايه رايك فيها؟ وقفلتها على الانستجرام. قفلتها على الانستجرام. ما عجبتلكش ليه الاغنيه؟ ايه اللي ما عجبكش فيها؟ الالحان ولا الصوت ولا التوزيع؟ كنتم لابسه شورت. ده يعني عايز توصل معنى يعني انه كانه دي مش ام كلثوم يعني. مش ده ام كلثوم. ما عجبتكش الاغنيه؟ لا طبعا.
طيب لو نزل ولا عجبني الكواليتي ولا عجبني صوتها. لو نزل ولا هيعجب عشاق ام كلثوم. خدي بالي حضرتك، ام كلثوم بتتكلمي على واحده، لا ما انا فاهمه، كانت بيلحن لها عبد الوهاب، بيلحن لها الصنباطي، وبيلحن لها بديع حمدي، وبيكتب لها نزار القباني، بيكتب لها احمد رامي، وصالونها التبعي ومصطفى امين وعلي امين. انت بتتكلمي على حاجه يعني، لا ايوه، لا ايوه، اسطوره اسطوره اسطوره. يعني لما 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 حبوا يجمعوا ام كلثوم وعبد الوهاب، احتاجت الزعيم عبد الناصر عشان يوفق ويخليهم الاثنين يجمعوا على بعض. انت عمري، ايوه، احنا النهارده بحته ذكاء اصطناعي على 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 كمبيوتر نلبس ام كلثوم شورت عشان تغني راب ولا تغني اغنيه لفلان ولا العلان، لا ما يصحش. عايز اسالك سؤال، بره هيستخدموه ازاي؟ هم بره هيستخدموه ازاي؟ اه، في اغاني الراب سهله جدا، تمام، تليق عليها. الفنانين اللي هيتعدى صوتهم الزمن هيقدر يستعمل الاي اي بتاعه في انه يطول امد غناه، خاصة في الاستوديو، يعني غناه المسجل مش الغناه اللايف، تمام، لان الاغنيه دي هتغنى لايف ازاي؟ الاغنيه اللي بالاي اي دي هتغنى لايف ازاي؟ مش هتغنى لايف الا اذا عملت لها مثلا اختراع زيه زي الهوليجرام. فهي كلها ميكانيك، والميكانيك ده بيفقد الاحساس ويفقد كلمه الله. لو نزل الاغنيه هتعمل ايه؟ ايه التصرف القانوني اللي هتاخده؟ لا 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 لا، ينزل الاغنيه بصوت ام كلثوم ولا هعمل له اي حاجه. يعني لو نزل الاغنيه ما حطش عليها ام كلثوم ولا اسم ام كلثوم ولا هعمل له حاجه. ليه؟ عشان حاسس ان هي مش هيكون ليها اي صدى؟ ده حقه. اه، لكن لو نزل صوره لام كلثوم او لو نزل منديل ام كلثوم اللي هو المنديل بتاعها. شوفي دي التماحيج بقى، لو نزل اسم ام كلثوم هوقفه، لو نزل صوره ام كلثوم هوقفه، لو نزل منديل ينزل منديل او ينزل القميص ده مش قضيتي. ممكن ينزل منديل بتاعها. اه يعني ينزل منديل او ده يعني مصر في التماحيج. انا لو منه بقى، اه، اكتشف صوت جديد، يكتشف صوت جديد، واعمل زي بليغ حمدي اذا كنت انا في حجم بليغ حمدي. أيوة. لما زعل من عبد الحليم حافظ طلع له محرم فؤاد ومحمد رشدي وطلع له سوزان وطلع له محمد الحلو وطلع له سميره سعيد وطلع له ما قعدش. طيب ممكن اسالك سؤال؟ فضل. وانا عارفه انك اتعاملت مع عمرو مصطفى كتير جدا. لا ده انا المكتشفه. تمام. يعني عمرو مصطفى شخص موهوب، اول اغنيه في حياته ولا حد ما بقى اسمه عمرو مصطفى. ايوه، كل اغانيه انا اللي عاملها، وهو بيقول كده على فكره، وهو بيقول كده. هل شايف ان عمرو مصطفى شخص موهوب جدا؟ شخص موهوب بس مندفع. شخص موهوب ولكنه مندفع، عارف يدير موهبته بشكل كويس؟ ما يعني دي بدون تعليق. طيب ما اقدرش اعلق. كنتوا اتفقتوا في مداخله تقريبا امبارح او حاجه زي كده انه هيكلم حضرتك وان انتوا هتقعدوا وتتكلموا وتتفاهموا، هل وصلتوا لاتفاق او قعدتوا وتفهمتوا؟ لا انا يعني هو يقول اللي هو عايزه، انا ده عمرو مصطفى زي ابني يعني، متربي في البيت معايا ومع اولادي وبتاع، ده ما فيهاش مشاكل. انا بتكلم دي مساله فنيه بحته. يعني انت صديقي والحق صديقي، اذا اختلفنا فالحق اولى بالصداقه. يعني ده لا يمس بعلاقتي بعمرو مصطفى الوديه في انما في الشغل لا. طيب احنا معانا دلوقتي، انا اديكي مثال استاذه اميره. اتفضل. علشان بس ما الجمهور ما يتصورش ان انا بتجنى على عمرو مصطفى. اتفضل. اما مع احترامي الكبير للصوت الجميل اللي انا بحبه كارول سماح، لما جت واعتدت على اغنيه لام كلثوم
اسمها ليلة حب وغنتها. لا وغنتها لوحدها وخلاص مش مشكلة. حضرتك رفعت قضية وكان في غرامة وحضرتك خدت الغرامة حكم نهائي. لا ليه بقى؟ ما انا هقول لك ليه. بقول لك لو غنتها ما كل الناس بتغني، مي فاروق ما بتغني ام كلثوم، أيوة. وايمان عبد الغني بتغني ام كلثوم، ومطربين كتيرة بيغنوا ام كلثوم، انا ما عملتش لهمش حاجة. ليه بيغنوها كما هي؟ بصوتهم باحساسهم. انما لانك تاخدي اغنية ام كلثوم ثم تشيلي كلامها وتحوريها وتخليها وحشاني بلادي، الجمهور النهاردة هيسمع مين؟ هيسمع وحشاني بلادي. هيسمع كارول سماحة، يبقى أنا موتت أم كلثوم مرتين. طيب هو 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 عمرو مصطفى كان ليه تساؤل وقال ليه حمو بيكا يغني ألحاني؟ ليه ما دفعتش عني؟ ليه ما وقفتش جنبي؟ ما كتيش بالك يا أستاذة أميرة. لأن لأن التساؤل ده مجهل. بمعنى إيه؟ يعني التساؤل مجهل، ليه ما حطش أسماء الأغاني عشان نفهم؟ بصي اللي يحافظ طب على هو لازم بصي يكون. بصي هقول لحضرتك حاجة صدر. عشان بس إن الجدل ده يعني هو يعني بيحاول إنه يعني أنا ما بحبش أنزل للمستوى ده. يعني ده مستوى زي ما بنحذف كده، نقذف حد بالباطل وبعدين نسيبه يدافع. انا واحد اللي غنى لي مين؟ غنت لي فايزه احمد، ورده، عزيزه جلال، ميادة الحناوي، عمرو دياب، تامر حسني، مصطفى قمر. اقول لك طب الاغاني دي كلها، الاغاني دي كلها لقيتي فيهم حاجه واقعه؟ طب اشمعنى انا النهارده حدي حمو بيكا ولا حمو ده انا ما بشوفتهمش حتى عشان يعني ما شفتهمش ولا عمري سلمت عليهم. مش لاي شيء، مش لاي شيء. ايوه بس فهمت. انا في سكه ثانيه، انا في حته ثانيه خالص. طب انا يعني انا انا, أنا, 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 أنا تكويني و و و و, و طيب. يعني ده 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 تساؤل هو سأله، عشان كده برضو هو لازم يكون ليه حق الرد. لازم يكون ليه حق الرد. الاصول يا استاذه اميره يعملها زي ما مثلا موسيقار صلاح الشرنوبي من يومين ثلاثه بعت لي فيديو وبعته لي على الواتساب وقال لي اسمع الاغنيه دي وبص على المقطع بتاعها. سمعت تمام. الاغنيه والمقطع بتاعها، كل المقطع بتاعها الدخول بتاعها بتونس بيك. تمام. فقلت له جبتها منين؟ قال لي والله مش عارف. ها. فقمت مكلف فورا الستاف في المكتب عندي يدوروا لي. ايوه. ليه؟ لان ما عرفتوش كمطرب. بس خدي بالك ده مطرب مرعب. يعني الفيديو لو بعتهولك مطرب صاحب فانز بالملايين، يعني الجمهور اللي في الحفله دي ما الكاميرا ما بتجيبش اخره. ايوه. ف ولان لغته غريبه، لا انجليزي ولا فرنساوي بتاع، فهو غريب عليا. فبعت عملوا سيرش طلع لانه مطرب اسرائيلي. فبعت له قلت له يا صلاح ده مطرب اسرائيلي. قال لي طب نعمل معاه ايه؟ قلت له ده طبعا معتدي على حقك الادبي وحقنا طبعا. طب نعمل ايه برضه؟ دي اسرائيل. قلت له مش هسيبه حتى لو في الصين. وكلفت احد المحامين الكبار عندنا في مصر لانه له مكتب تمثيل هناك. قلت لهم ياخدوا موقف ويقفلوا له الاغنيه ويقضوه. ده الخط ده انا هطلب من حضرتك يا استاذ محسن معلش. طب بتقول انهي اغنيه؟ طيب خليك معايا. طب خليك معايا ارجوك ما تقفلش. احنا معانا دلوقتي الفنان عمرو مصطفى لانه ليه حق الرد. اتفضل يا استاذ. ازيك؟ مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا استاذ محسن؟ ازيك يا استاذ محسن؟ ازيك يا عمرو؟ الاغنيه اسمها قلبي كان مبسوط، الانتاج ابن حضرتك معرفش، او لان حسن شاكوش ماضي مع ابن حضرتك محمد اللي انا بعتبره زي اخويا الصغير يعني او ابني يعني. طب هو اللي ماضي معايا. اسمها قلبي كان مبسوط، والاستاذ بهاء الدين محمد طلع كتب مقاله عليها. صديق عمرك يا استاذ محسن، يعني حضرتك تعلم بالاغنيه، والاغنيه جايبه 35 مليون فيو وليها حقوق وليها كوبي رايت. حضرتك ما سبتش اسم ام كلثوم. لحظه، هل مكتوب عليها اسمك؟ الله الله، هل مكتوب يعني ايه؟ يعني مش الملكيه، مش دي ملكيه فكريه بتاعتي يعني. مكتوب عليها اسم؟ بسألك الاول، بسألك عشان ما ننتهش بعيد. مكتوب يعني ايه مكتوب عليها اسم؟ لحني اشهر لحن لعمرو دياب. لحني
اللي هي اغنيه ايه دياب. اللي هي اغنيه ايه يا استاذ عمرو؟ معقول اقول لك روح انا قلبي كان مبسوط اللي ابن حضرته بي هو اللي بينتج له حسن شاكوش اللي عامل له وريني هو اللي عامل الاغاني دي. لا طب يعني مش إيه؟ يعني حبيبي يعني ابني عامل حبيبتي ابني عامل اغنيه حبيبتي مش عامل دي ماليش علاقه ان هو بينتج انت علاقه انت فاهم الشان انت انا بقول لك اهو دلوقتي حتى لو ابني الموضوع فرع يا استاذ فورا وانا اوقفها لك لو هي الاغنيه لو هو لحنك لو ثبت انه لحنك ثبت انه لحني يعني ايه ثبت لو ثبت انه لحنك اوقفها لك واجيب لك حقك يعني ايه ثبت انه لحني ده لحن ده لحن عمرو دياب اللي حضرتك دافع فيه ملايين حضرتك كنت بتقول الاول انا بكلمك بوضوح وقدام الناس لو اتضح لان ده اغنيه او لو شبيهه حتى بلحن من لحنك الاغنيه هتقف وهيجي لك حضرتك امبارح قلت لي روح ارفع قضيه انا اسيب ثاني وارفع قضيه خلينا طيب وارفع قضايا احنا اولاد النهارده احنا اولاد النهارده يا استاذ عمرو دلوقتي هو بيقول لك انه لو الاغنيه لو اللحن بتاعك هيوقف لك الاغنيه فورا فورا اتمنى واغنيه العالي بالله وفي اغنيه عامله 5 مليون دلوقتي اغنيه عكلوه اللي هي ما كانتش انتاجه سويدي بتاعتي برضه ايوه يا فندم مش فاكر حضرتك قلت لي انت عكلوه كنت هتديها لي وجبت محمد السبكي احمد السبكي يعمل لك تنازل عكلوه ايوه بتاعت عكل محمد سعد بالظبط خلاني عملت له تنازل وهي مش بتاعتي يا جماعه في حاجه غلط انتوا بتتكلموا في حاجه غلط انا لم انتج لمحمد سعد عمري لا بس معاك تنازل الاغنيه معاك تنازل الاغنيه ولا نزلتها ولا عليا ولا عليها اي تريد مارك ليا انت تمام ادي 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 استاذ محسن قال كده عشان اوقف انت بتتكلم كلام حاسبك عليه يا لا يا لا 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 هل في تنازل لعالم الفن بعقلوه ولا لا الكلام حاسبك عليه في تنازل لحضرتك بعقلوه ولا لا لا انا عندي صوره منه خلاص عندك صوره منه مش بس مش بتاعتي شوف المنتج بس حضرتك خدت تنازل شوف المنتج بتاعها المنتج حاضر مين اللي قفل معانا مين معايا انا اللي معاكي انا محسن استاذ معاك. استاذ محسن هو دلوقتي عمرو مصطفى قفل الخط يعني لو ده ربنا بقى طيب هو يعني حضرتك بتقول لو هو اي لحن متاكد ان اللحن ده بتاعه حضرتك انا راجل بقالي 70 سنة في المهنة ما شفتش اللي انا بشوفه ده يعني حضرتك بقالك 70 سنة في المهنة واسم كبير ومن يعني مش اسم قليل اسم كبير جدا من صناع المزيكا في مصر يعني احنا عارفين حضرتك وما تسمحش خدي بال حضرتك وما تسمحش باللي هو بيقوله مش بس عشان عمرو مصطفى ما تسمحش بأي فنان لأنه يتم الاعتداء على حقه يعني لو اي لحن من اللي هو بيقول عليهم دول فعلا بتاعه اثبت ده حضرتك توقف له اللحن ده دلوقتي حالا بالتاكيد استاذ محسن انا مش عايز ان غير الاغاني دي تتحذف وانا مش هتحدث عن اي حاجه تخصك بعد كده اي لحن لعمرو مصطفى اتعمل مهرجانات يتحذف مش عايز حاجه تاني ومش هتكلم عن الموضوع ده طب ما تقول لنا اسامي الاغاني دي يا استاذ عمرو تقول لنا اسامي حضرتك انا اول مره بسمع كلمه اغاني عمرو مصطفى تتعمل مهرجانات والله العظيم اول مره في حياتي تخيل يا استاذ محسن ان العالم الله معموله مهرجان ابعت لي يا عمرو العالم الله دي لا ايوه معموله مهرجان ايه معموله مهرجان حمو بيكا وواحد اسمه فلابي ولا مش عارف ايه انتاجي العالم الله انتاج حضرتك طال عمرو دياب لا اغنيه المهرجانات اغنيه المهرجانات ما تحطش ابو قرش على ابو رشيد زي ما بيقولوا انتاجي ولا ما انتاجك يا فندم انتاجك والله لا احنا اغنيه المهرجانات نفسها يا استاذ عمرو انتاج مين اغنيه المهرجانات اللي اتعملت دي انتاج مين لا انت لازم تعرف عشان انت بتوجه اتهام لا انت من غير ما يا عمرو يا استاذ محسن مش كلام بالراحه كده استاذ محسن حضرتك بتدافع عن ام كلثوم وعيلتها بصفه ايه؟ بصفتك المنتج عنك يا عمرو التي تملك الحقوق وادافع عنك يا عمرو مش بس دافع عنك اغنيه وبدافع عنك وانا دافعت عنك لما وقف لك فلان الفلاني مش هذكر اسمه طب انا دلوقتي انا بطالبك على الهواء يا استاذ محسن في البيت انا اللي وقفت له طيب أيوه. انا بقول لك اهو دلوقتي دافع عني انا عايز اغنيه ما تتعملش مهرجانات ابعت لي الاغاني يا عمرو ابعت لي الاغاني وابعت لي الاغاني الشبيهه حاضر الاغاني الاساسيه بتاعتك وابعت لي الاغاني الشبيهه
فورا. طب ما حلوه النقطه دي قوي اللي انتوا وصلتوا لها دي حلوه. وعلى فكره وانا مش شايل اي حاجه ده مبدا عندي، ده مش جديد، انا ما بخترعش الذره، ده مبدا عندي طول عمري. خلاص انا عايز الاغاني بتاعتك تشتغل وخلاص. اديكي مثال صلاح الشرنوبي، ولو بعت لك الواتساب اللي انا رديت بيه على صلاح الشرنوبي جبت له المعتدي من اسرائيل. اسالي هاني شنوده جبت له المعتدي من فرنسا. طب يا استاذ محسن انا انت مضيتني على توكيل لما قلت لك جيب لي حقوقي من بره، والتوكيل ده غير قابل للالغاء. انا مش عايز اطلع البلاوي الوحشه اللي انت عملتها. عملت ايه؟ لا طلعها. لا انا مش عايز طلعها. الجمهور ماليش ذنب، الجمهور ماليش ذنب. لا لا طلعها طلعها، انا بقول لك طلعها. اعمل اللي انت عايزه. مش انت مره التجأت المحكمه والمحكمه انصفتني انا؟ لان انا مش فاضي، لان انا عايز ابدع. خلاص افكر في انا كده بدبر الدنيا. احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه على فكره. احنا كنا وصلنا احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه جدا مداخلتك. لا 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 معلش، احنا كنا وصلنا لنقطه حلوه جدا. انا ما بحبش اعمل كده. انا احنا كنا وصلنا لنقطه كويسه انه لو انا دلوقتي مش عايز غير ان استاذ اغاني وخلاص. طب وهتعمل ايه في اغنيه ام كلثوم اللي بتعملها؟ اللي استاذ محسن عايزه هعمله له. طب يا استاذ محسن حضرتك طالب ايه؟ زي ما انت قلت كده، انت كلمات ملكك، انا بقول لك اهو على الهوا، اللحن ملكك، الاستنساخ صوتك صوتها اللي انت متصور ده صوتها ملكك، بس ما تحطش اسمها ولا صورتها. هو مشكلتي معاك. حاضر. بس كده حط يا استاذ محسن. انا مش هنزلها بصوتها يا استاذ محسن. لو انا بنصحك يا عمرو ابتكر شخصية زي ما ابتكروا مثلا في برنامج أبلة فهيتة، ابتكروا شخصية. لا أنا مش هبتكر يا أستاذ محسن. أنا مش هبتكر شخصية مطربة. لا لا أنا هنزل الأغنية بصوتي يا أستاذ محسن، وهشوف الناس لو حبوا يسمعوها بصوت تاني هسمعها. اللي أنت قلتها مش فكرة وحشة، بس لو أنت لو أنا بنصحك ابتكر لها شخصية، لأن زمن المستقبل. طب ما أنا 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 عايزة أنا عايزة أسأل سؤال. طب ما تعملوا الأغنية دي سوا، هتتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي؟ ما عنديش اي مشكله. عندك مشكله يا استاذ محسن؟ لا يجي يقعد معايا انا افهمه ممكن تنجح ازاي. طيب ما تتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي؟ من غير على فكره هو استاذ محسن انا جاي لك بكره يا استاذ محسن. الساعه كام؟ انا في الساحل للاسف يا عمرو. تعال لي بالشورت وانا تحت امر. هاجي لك بالشورت الساحل. حاضر. حلو. في الساحل يعني، وراجع بعد بكره ان شاء الله. انما هستناك بعد بكره. خلاص خلاص. طب بعد بكره امتى؟ بعد بكره امتى؟ لا انا راجع يعني الثلاث الصبح ان شاء الله. ايوه خلاص. انا راجع الثلاث الصبح. انما اجي لحضرتك الساعه كام؟ اغاني دي. طب الثلاث الساعه كام؟ يجي لحضرتك الثلاث الساعه كام؟ نعم يجي لحضرتك الثلاث الساعه كام؟ لا عمرو بيجي ان شاء الله، بيجي في بيتي. هو عارف انا بقول لك على الهوا. عمرو دلوقتي ما بيحب، لما مزاجه بيطلع ممكن تلاقيه فاتح باب مكتبي وداخل. طيب يعني يجي لك في حدود الساعه كام؟ اللي هو عايزه يعني، وقت ما هو عايز. عمرو هتروح الساعه كام يا عمرو؟ هكلمه الصبح اقول اشوفه صحي واجي. طب بس الكلام ده اكيد ده اخر كلام؟ اه اخر كلام. طب يعني هل ممكن نبعت لكم كاميرا البرنامج تحضر القعده دي؟ انا مش زعلان عمرو والله العظيم، في اكتر من معزه ابني. ما انا بتعامل معاه كده. هو عارف كده، هو عارف كده. يعني لما ابني حب الموسيقى عمرو جاب له الجيتار. ايوه كده. مش كده ولا ايه يا عمرو؟ ايوه ايوه. وانا مش مشخصن الموضوع في عمرو مصطفى، ده بالعكس انا حزين الموضوع جاي خابط في عمرو مصطفى. الحل مفيش احلى منه. الحل مفيش احلى منه. الحل اجمل حاجه ان احنا نوصل لحل في النهايه. حصل خير. حصل خير. انا بشكرك جدا. بص يا استاذة اميرة، اتفضل. مفكر اهو كل مره يعمل معايا مشكله كده ويرجع يحضني ويقول لي انت بابا. انت بابا فعلا. بس انا تعبت. انا تعبت سوري. وحط لي ورقه تحت النشافه في المكتب يقول لي والله العظيم ما هزعلك تاني. بس هو شخص موهوب جدا، ما نقدرش ننكر حاجه زي جدا جدا. هو لا انكر كده. عمرو مصطفى موهوب جدا جدا. فانا اعتقد ان انتوا لو تعاونتوا مع بعض في الاغنيه اللي عملت مشكله دي ممكن تكسر الدنيا. عمرو موهوب. وبص يا عشان انا برضه ابقى يعني حاسم منطقه، لما كان سايب نفسه ليا اي نعم كان لسه طالع، بس شوفي كان طالع زي الصاروخ ازاي. دي حقيقة. زي الصاروخ الحمد لله. دي حقيقة. بس يا عمرو بس ركز في موسيقتك. هنتكلم 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 يا استاذ محسن. هنتكلم انا حاجة لحضرتك ونتكلم. استاذ عمرو انا عايزة اتابع القعدة دي معاك ممكن؟ طب نخلص القعدة دي ون انا عايز افضل متابعة معاك. عايز افضل متابعة معاك لان انا حاسة احساسي انا ايه لو الاغنية دي طلعت هتكسر الدنيا لو تعاونتوا مع بعض فيها.
بعد المشاكل اللي حصلت دي الاغنيه دي هتكسر الدنيا. شيل بقى يا عمرو البصات الوحشه اللي انت كاتبها لان فورا حالا دلوقتي حالا. بس على انا عايز اقول حاجه بس اخيره يعني ما تنسوش ان تعاون الاغنيه دي اتقال هنا. حاضر. احنا اللي قلنا تعاونوا فافتكروها لنا والنبي. حاضر حاضر ان شاء الله. وفي محسن بيكلمني اهوت انا بشيل البوستات. طب مفيش احسن من كده. مفيش احسن. شلت البوستات يعني البوستات اتشالت؟ شكرا. كله البوستات هتتشال هتتشال حالا. طيب ماشي. انا بشكركم جدا استاذ محسن جابر المنتج الكبير بشكرك جدا والفنان الكبير عمرو مصطفى بشكرك جدا وانا مبسوطه وسعيده جدا بالنهايه السعيده دي واعتقد لو فعلا تم التعاون وتعاونوا مع بعض في الاغنيه دي الاغنيه دي هتكسر الدنيا بعد الجدل اللي حصل عليها وبعدين اكبر منتج وفنان كبير وموهوب بيشتركوا في حاجه اكيد هيطلعوا حاجه جيده جدا وان شاء الله ينورونا هنا في الاستوديو ونشوف وصلوا لحد فين. هنرجع بعد الفاصل ونكمل باقي ملفاتنا استنونا اوعوا تروحوا في اي حته. رجعنا معاكم في ملفات ودلوقتي معاد الملف الرئيسي للحلقه. طيب حصل جدل الفتره الاخيره دي كبير جدا بسبب الفنانه غاده والي وبسبب ايه الاعمال المتشابهه جدا اللي شبه متطابقه مع الفنان الروسي اللي لما شاف شغله في المترو قلب الدنيا وقلب الميديا وحاول ان هو ياخد حقه. الصور اتشالت من على المترو. جه بعديها بفتره بعديها بسنه تقريبا قال لا ده كمان الاعلانات اللي كانت عاملاها على قناه المياه الغازيه دي الاعمال واخدها مني وده شغلي. فهنا ابتدى الموضوع يكبر اكتر واكتر واكتر. الفنان الروسي قال انا هروح نيويورك اخد حقي من هناك واعتقد ممكن يكون عشان شركه المياه الغازيه مقرها الرئيسي في نيويورك فهو طبعا اكيد هيكون عايز ياخد تعويض او حاجه شبه كده. ولكن يمكن امبارح الفنانة غادة والي طلعت مع الإعلامي الكبير عمرو أديب وناس كتير جدا اتفرجت عليها. في ناس كتير ما اقتنعتش بالكلام أو ما صدقتش الكلام. في ناس تانية صدقتها وفي ناس ما صدقتهاش. طيب أنا معايا دلوقتي محامي الفنان الروسي الأستاذ أحمد حسن العطار وهو المسؤول عن القضية هنا في مصر. أهلا بيك. أهلا وسهلا. مرحب بيك. أهلا وسهلا. طيب دلوقتي محامي غادة والي طلع في مداخلة هاتفية بيقول كده بالظبط بيقول ان دي مؤامرة وان دي حاجة سياسية وان ده اصلها عشان اسمها متشابه مع الدكتورة غادة والي اللي هي كانت وزيرة التضامن الاجتماعي فهم عايزين يضربوا فيها واصل اسم والي ده كمان في حد تاني ماسك منصب اسمه والي فاحنا بيضربوا في سياساتنا وفي مظبوط. ممكن كلام الناس تشوفه ان هو مش منطقي بالزبط. يعني لانه الدكتوره غاده والي معروف اسمها ومعروف هي مين وتاريخها معروف والناس كلها بتحبها وبتقدرها وبتحترمها مظبوط وكذلك اي حد ذو منصب مظبوط. فتشابه الاسماء هو ملوش دعوه بالقصه هو ملوش دعوه بالموضوع. صحيح. ايه اصل الموضوع ليه اصل الموضوع عرف منين؟ هي سالت سؤال. طب الصور نزلت في المترو هو شافها ازاي بالنسبه لجورج كوروسوف الفنان الروسي؟ الفنان الروسي حضرتك دلوقتي سهل جدا وانا قاعد دلوقتي اشوف ايه اللي بيحصل في تركيا ايه اللي بيحصل في لندن ايه اللي بيحصل في اسبانيا ايه اللي بيحصل في استراليا. الانترنت خلى العالم قريه صغيره زي ما كنا بندرس زمان ان العالم هيبقى مع الوقت قريه صغيره وده حاصل دلوقتي ان العالم انا بشوف دلوقتي بتفرج على ماتشات ريال مدريد وبرشلونه بتفرج على احداث سواء عالميه بتفرج على اللي حصل في سوريا او تركيا بالنسبه للزلزال اللي حصل من فتره. فكل الحاجات دي كلها الانترنت هو اللي بينقلها لي. انا قاعد في البيت شايف كل واحد في ايده جهاز محمول بيقدر يشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ايه اللي بيتم البرامج التوك شوز الـ 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 الاحداث القويه او الحاجات اللي بتسبب او فيها ازمات او فيها قضايا معاصره كل ده وانا قاعد بشوفه دلوقتي. فحته ان انا هل الرسام الروسي نزل مصر فشاف اللوحات ده مردود عليها ده مش من المنطقي ان انا ادفع بيه. حد بعتها له مثلا اكيد حد بعتها له اكيد الصور وبعتها له. خليني ابدا لسيادتك بس اقول مين هو جورج كوروسوف. هو رسام عالمي راجل روسي عايش في فلوريدا عايش في امريكا ما يقرب من 25 سنه شغال في الفن ده في فن التشكيلي ده عمله ده 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 مجال عمله من 20 سنه او 25 سنه فبالتالي هو راجل مش محتاج شهره مش محتاج ان هو ينزل يعمل ترند في مصر. اشتغل في مصر ليه اصلا بالظبط؟ فاللي حصل في مصر ان اكيد في عندنا فنانين تشكيليين او خبراء في الفن التشكيلي او الفن التطبيقي هو اللي نقل الصوره لجورج كوروسوف عارف لوحات الراجل ده او الراجل ده متميز بالفن التكعيبي
اللي هي طلعت بالشكل ده بالذات بالظبط كده يعني لو حضرتك رجعت الملامح دي بالذات بالظبط كده لو رجعت كافه رسوماته في الفتره ما بين 95 او 92 حتى تاريخه ما يتميز به جورج كروسوف هو الرسومات او الرسم التكعيبي او الفن التكعيبي بالشكل ده فبالتالي بالملامح دي بالظبط بالظبط فبالتالي بعض المتخصصين في مصر معظمهم كلهم يعني ذوي خبره نقلوا الصورة لجورج كروسوف تواصلوا معاه أو سرشوا إن فين جورج كروسوف نقدر نوصله إزاي تواصلوا معاه بأي طريقة إن كانت نقلوا اللي حصل في مصر قالوا له لوحاتك نزلت في عمل قومي كبير جدا زي هيئة مترو الأنفاق في مصر محطة كلية البنات فبالتالي الراجل وقتها رد الراجل ما كانش كمان عايز شهرة احنا ما كناش عايزين شهرة ما فيش الشهرة جت أو الترند حصل بعد الواقع مش هو سبب ترند يعني هو ما ناداش قال يا جماعة لا أنا عايز شهرة أو لا بالعكس هو قال يمكن عشان اهميه أنا الموقع لا بس اللي مزبوط. كانت فيه الصور هو اللي مزبوط. عمل الترند مظبوط بغض النظر هل هو جنسيته روسيه جنسيته اجنبيه ممكن اسالك سؤال ممكن حضرتك يبقى عندك الاجابه عنه اكيد هي عندها شركه غدا والي عندها شركه مزبوط. وبتصمم جرافيكس مزبوط. هي مش فنانه هي ما بترسمش وده اعترفت بيه امبارح هي بتصمم جرافيكس مظبوط تمام مظبوط طيب مش ممكن يكون المعلومه دي عندك ولا لا حد من الموظفين عندها هو اللي عمل كده ولا هي شخصيا كان قدامها اللي عملت كان قدامها سيادتك فرصه امبارح انها تقول ان حد غيرها هو اللي عمل العمل ده من التيم اللي شغال في الشركه او احد الموظفين او احد المسؤولين اللي معاها في الشركه لكن ما كانش فيه اجابه على السؤال ده امبارح العملين بالظبط العملين اللي هو المياه الغازيه ومترو الانفاق مظبوط هي اتسالت السؤال ده مباشر شخصيا اللي عملت الرسومات دي بالظبط ولا حد من الموظفين عندها انا عايز اقول لسيادتك هي لما طلعت في كافه البرامج قبل كده يعني قبل او وقت الشهره يعني لما كان لسه في اعمال كتير بتوكل اليها طلعت وقالت ان الاعمال دي كلها اعملها او اعمال شركتها احنا لما دورنا في الشركه ما فيهاش غير هي او وياسمين اختها واثنين او ثلاثه تانيين ما اعرفش اعمالهم الاداريه ايه بالظبط هل هي اعمال فنيه داخل الشركه بتاعتها او هي اعمال اداريه معظم الاعمال هي منسوبه ليها يعني معظم الاعمال او كافه الاعمال منسوبه لشخصها سئلت السؤال ده بالامس مع الاستاذ عمرو اديب قالت انا يعني هو كان مستني منها رد لا مصر كلها كانت مستنيه منها رد هل الاعمال دي اعمال حد معاك في الشركه ولا اعمال اعمالك انت الشخصيه ولا اعمال تاثرت بيها ولا هل هي اعمال اتحطت تحت ضغط شغل فبالتالي طلعت الاعمال دي بدون ما ترجعي هل هي فعلا متطابقه لفنان تاني او هي مستوحاه من فن تاني ما كانش في اجابه للاسف على السؤال ده امبارح شفتها ازاي قريت ردودها امبارح ازاي قعدت معاها قبل كده اصلا ولا لا لا احنا للاسف الاول بس خليني بس اعرف سيادتك احنا بنعمل ايه احنا كمكتب بيعمل احنا كمكتب احنا متخصصين في مجال جذب الاستثمار الخارجي لمصر جذب الاستثمار مرتبط ارتباط وثيق جدا بحقوق الملكية الفكرية خاصة السيد معالي دولة رئيس الوزراء أطلق استراتيجية حماية الملكية الفكرية في مصر مزبوط. فبالتالي ربط الملكية الفكرية أنا علشان أجيب مستثمر أجنبي لمصر بعرف المستثمر الأجنبي قد إيه عندنا حماية لحقوق الملكية الفكرية قد إيه إحنا دولة بنحترم الملكية الفكرية تقدر تمام. تيجي تعمل هل مشاريع هل قعدت معاها قبل كده ولا لأ بالنسبة للمنطلق من المنطلق اللي إحنا بنتكلم فيه إحنا بنتعامل بحرفية جديدة جدا إحنا في الأول خالص هو هي قالت امبارح إن مفيش أي قضية مرفوعة ضدها في مصر ما لا يعني مش مسؤوليتي إن أنا أقول لها في قضية مرفوعة عندك في مصر فتابعيها لا في جهات مختصة في قضية مرفوعة طبعا طبعا يا فندم طبعا في قضية مرفوعة من 7 شهور داخل أروقة النيابة العامة المقر مظبوط مظبوط اه هي قالت ان هي ما وصلهاش اي حاجة يعني الرد على هذه النقطة المفروض ان اقول مش مشكلتي انا هل سبق لها العلم ان في قضية مرفوعة ولا لا هي في قضية موجودة طيب وفي مستندات مقدمة للنيابة العامة بتقول ان الراجل ده موثق ومسجل للوحاته داخل وزارة الثقافة الروسية معاك الورق مظبوط ده صورة ضوئية منها لوحات هو موثقها ده صورة ضوئية منها بعرضها بس قدام الكاميرا دي الأول مرة طبعا يعني بطلعها لسيادتك تمام دي ما طلعتش في حتة قبل كده تمام دي مقدمة للنيابة العامة الأربع لوحات معايا دي صورة واحدة منهم ممكن تثبت بيها بس لحظه كمان بس ممكن تمسكها كمان لحظه ثانيه بس خليك ماسكها وحضرتك بتتكلم انا سامعك اكيد فضل. لان هي طلعت امبارح قالت مفيش حاجه هو مفيش حتى المحامي بتاعها قال نفس الكلام او مش كان ماشي على نفس السياق ان هو مش مسجل انها بالظبط كده ان جورج كروسوف هو مش مسجل حاجه هو ما عندوش حاجه سجلها يا فندم اللوحات دي هو كمان ممكن يكون سرقها لا احنا مسجلين الاعمال الاعمال مسجله تمام. وفي حاجات من 95 في حاجات من 2001 في حاجات 2005 شفتها امبارح اتفرجت عليها بالظبط انطباعك
انطباعي زي اي مواطن مصري عادي جدا شاف الحلقه، بغض النظر انا محامي او وكيل جورج كروسوف او لا، لكن انا كمواطن مصري لم اقتنعه، ما يعني ما اقتنعتش خالص بردود. ليه ما اقتنعتش؟ اولا لكذا سبب. تناقض الاقوال ما بين المحامي بتاعها وما بينها، يعني احنا الاول المحامي بتاعها لما ظهر مع الاستاذ عمرو اديب في المداخله اللي ظهرنا فيها بالظبط كده، المداخله الهاتفيه، قال لفظا ونصا ان دي مؤامره مقامه او ضد غدا والي. ايوه غدا والي لما طلعت بشخصها امبارح مع الاستاذ عمرو اديب لم تذكر البتة ان في مؤامره ضدها من سواء داخل مصر او خارج مصر. تمام. غدا والي بشخصها ما طلعتش لا اثبتت ولا نفت ان في مؤامره، فبالتالي انا مش فاهم، هل في تواصل حقيقي بينها وبين المحامي بتاعها ولا ما فيش تواصل، او هي يعني مش عارف دفوع، مجرد دفوع من منطلق هوائي او منطلق ان انا ابعد التهمه عن موكلتي، او ان انا اخد الموضوع بحيز سياسي شويه. لو هناخده بحيز سياسي او بجانب سياسي فده مرفوض تماما ومردود عليه، لان احنا طلعنا في كذا مداخلة وكذا لقاء صحفي قلنا يا جماعة احنا تهاجمنا كمكتب، احنا تهاجمنا لما احدى القنوات الفضائية تواصلت مع الفنان الروسي ودلسوا عليه، قالوا له احنا بنبث من لندن، احنا قناة مصرية بنبث من لندن، وما كان منه إلا ان هو جاوب على الاسئلة التي طرحت عليه بحسن نية طبعا يعني. فاحنا ردينا قلنا ان لا، تم التدليس على موكلنا من احدى القنوات الاخوانية والموضوع اخذ جانب سياسي عندهم. فبالتالي احنا نزلنا بيان يا فندم وقتها، الكلام ده من 8 شهور، احنا اللي نزلنا بيان وقلنا ان القناه دي احنا هنقضيها في لندن، وده تم بالفعل في اجراءات قضائيه بالفعل. في اجراءات قضائيه تمت ضدهم في لندن، وبالتالي لا مجال للحديث ان انا اقول ان المساله. حضرتك بتتواصل مع جورج كروسوف يوميا ايه بيقول ايه انطباعه؟ يعني شاف اللقاء بتاع امبارح، كل لينك بينزل عن الموضوع بتاعه بيتبعت له دايركت على الايميل، بيشوفه. انطباعاته ايه بقى؟ ايه بيقول؟ مبسوط جدا جدا جدا، هو مبسوط من اول الموضوع ما اخد صدى واسع، مش اخده بالشكل الفرح او ان هو انبسط ان الموضوع اخد ترند، لا بالعكس، هو قال ان انا يعني في بعض الفيديوهات لي او فيديو واحد لي قال ان انا رد على سؤال ان هو اللي سارق من الحضاره المصريه، فرد ذكي جدا يعني لم يخطر ببالي انا شخصيا إيه؟ كمحامي او كوكيل عنه، قال ان الحضاره المصريه هي منبع الحضارات، هي ام الحضارات، فانا بالنسبه لي انا كرسام روسي او كرسام هو كان واخد من الحضاره الرومانيه بالظبط كده، فلو نفترض جدلا الحضاره الفرعونيه بما انها قبل الرومانيه مظبوط، فلو نفترض جدلا ان كلام الاخت او المهندسه المصممه كلامها صحيح، فالراجل رد عليها رد في اجمل ما يكون من المنطق، قال لها الحضاره المصريه هي حضاره أم الحضارات، هي منبع الحضارات، لا يحق لي أنا كرسام روسي أو أنا كمتخصص في الفن التشكيلي إن أنا أتجاهل الحضارة دي، أن يكون لي الشرف إن أنا أرسم الحضارة المصرية ووريها للعالم كله. مصري عايز يعلق على الموضوع؟ لا لفندم، ما فيش متخصص سيادتك مصري عايز يعلق سيادتك على الموضوع. سيادتك دلوقتي المواضيع كلها موجودة على الإنترنت، مؤرشفة، موجودة حتى تاريخه، تقدر ترجع للحادثة الأولى أو الواقعة الأولى. بعض الكبار في الخبراء الفني التشكيلي ردوا وقالوا يا أستاذ، ردوا قالوا إيه؟ تعرف أسامي حد معين رد وقال؟ مش عايز أذكر أسامي حد معين، بس إيه؟ يعني في أماكن مرموقة، في جهات مرموقة، في كليات مرموقة، قالوا إن يا أستاذ عمرو، طلعوا أحدهم يعني طلع مع أستاذ عمرو قال يا أستاذ عمرو إن الفن ده أو الرسمة دي رسمة متاخدة كوبي بيست، متاخدة شف وشف رديء، ده بعضهم يعني علق بالمساله دي. هي لما الصور اتشالت من المترو وده كان اكبر رد انه في حاجه غلط بتحصل، هي قالت ان ده ما كانش يعني المحامي بتاعها قال. هل انا كشخص او كفرد يحق لي التعليق على ما تقوم به الدوله المصريه او احد مؤسسات الدوله المصريه؟ لا مجال للحديث ان انا اقول ازاي الدوله او احد مؤسسات الدوله تشيل رسمه او تزيل الرسومات من غير ما ترجع لي. الدوله المصريه اكيد تيقنت وتأكدت من صحة المعلومة التي وردت إليها أن هذه الرسومات تخص الفنان الروسي، وتحققت من ده بناء على إحدى دليلين، الدليل الأول الإزالة والدليل الثاني الاعتذار. الدولة المصرية اعتذرت مرتين، متمثلة في الهيئة القومية للمترو اعتذار رسمي، وممثلة في وزارة الخارجية أو الملحق الثقافي الروسي في روسيا قدموا اعتذار رسمي، وكان معانا صورة الاعتذار الرسمي ونزل في كل الجرائد أو الصحف الأونلاين. ايه الخطوه الجايه؟ ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني هو دلوقتي رايح امريكا ليه؟ هو دلوقتي رايح يرفع قضيه في امريكا ولا رايح يعمل ايه بالظبط؟ الخطوه القانونيه الحقيقيه اللي هو هيعملها هناك؟ الخطوه الحقيقيه رفع الدعوه الجديده في امريكا اللي هي بتاعت المياه الغازيه. بتاعت المياه الغازيه دي اللي عملت الضجه بقى، يعني ليه بقى دي حاجه بتكلم عنها، هي هو المقر الرئيسي بتاع المياه الغازيه، شركه المياه الغازيه هناك. اكبر الاسباب
ده اكبر الاسباب، اكبر احد الاسباب ان هناك مفيش هزار بقى يعني. بالظبط بالظبط. وانا انا حاجته فعلا انا هناك كمان مش محتاج خبير ان انا يبص على اللوحه، لا في هناك اجهزه تكشف مدى تطابق هذه اللوحات، هل هي متطابقه بنسبه اجهزه طبعا اجهزه طبعا مش طبعًا. متخصصين طبعا. ليه الاجهزه هتكشف ازاي؟ هتعمل ايه يعني؟ سيادتك دلوقتي انا لو هاخد مقال من على جوجل واقدر انزله سواء في عندي امتحان سواء عندي بحث وبقدمه لاي جهه، في دلوقتي اجهزه او برامج بتثبت او بتبين مدى التطابق او مدى الغش اللي انا اخدته من المحركات البحث سواء جوجل او غيرها، وهل هو العمل ده بتاعي ملكيه فكريه خاصه بيا ولا هل هو ملكيه فكريه لحد تاني. فانا سهل جدا دلوقتي عن يعني طبعا اكيد في فرق شويه في الامكانيات، ان انا اقدر اوضح مدى التطابق ما بين هذه الرسومات، هل هي متطابقه بنسبه 100% ولا 90%. العين المجرده المصريه امبارح كلها واراء الناس كراي عام شافت اللوحتين، لوحه السيفن اب اللي نزلت على سيفن اب ولوحه الفنان الروسي، الاثنين موجودين تطابق 100%، تطابق 100%. مين اللي قال ان هم تطابق 100%؟ اراء الناس كلها، اراء الناس كلها. الاجهزه اللي حضرتك بتقول عليها في نيويورك دي هتقول ايه؟ اكيد هتقول كلها متطابقه 100%. ايه اللي هيحصل لو حصل التطابق 100%؟ تعويض مادي ضخم جدا وقد تصل عقوبه من شركه المياه الغازيه طبعا. طب ومن الفنانه نفسها غدا وادي؟ الفنانه نفسها في حاجتين ضدها، يا اما شركه بيبسي هترجع عليها بالتعويض ايضا، واحنا كمان لينا جزء في التعويض او شركه في التعويض هيكون في مصر، لكن احنا بنخلص الواقعه الاولى، يعني احنا بنخلص الواقعه الاولى والواقعه الثانيه لما تخلص ان شاء الله في نيويورك احنا عندنا شق تاني ضد المصريه او الشركه المصريه. الواقعه الثانيه دي تقريبا كده هتاخد وقت قد ايه في نيويورك؟ نقدر نقول اقل من شهر. هل هتاخد صدى كبير اعلاميا بره بما أكيد. انها شركه مياه شركه غازيه كبيره وليها صدى واسمها معروف بالزبط. فقال هتاخد خاصة انت يعني الاعلام بره هيهتم بيها بشكل كبير. مظبوط اكيد خاصه ان حصل راي عام كبير جدا عليها وجدل كبير جدا عليها في مصر. هل الشركه ممكن للفنان الروسي تدفع له تعويض كبير مثلا في مبدئيا كده بحيث ان هي لا ما يبقاش في قضيه ولا يبقى في حاجه شبه كده؟ هل ممكن يلجأوا لحاجه زي كده؟ حابب اذكر لسيادتك جزئيه مهمه جدا. احنا في البدايه تقدمنا بطلب لمقابله احد المسؤولين في شركه بيبسي، وبالفعل تم الجلوس مع هذا المسؤول وعرضنا حل المساله وديا بالتفاوض وقدمنا ما يثبت ده هنا في مصر طبعا وقدمنا ما يثبت صحه هذا المستند او صحه نسبه هذه المستند. كان ايه الرد؟ كان الرد صمت، تجاهل تام. تجاهل تام. واخذنا مده كافيه، سبناهم مده كافيه يفكروا ويرفعوا الامن للاداره. قال لي لفظا انا هرجع للاداره الفلانيه، ثم الاداره الفلانيه هترجع للاداره الفلانيه، ثم الاداره الفلانيه هترجع للاداره الفلانيه. ما كانش منه غير هذه اللحظه غير الصمت. ده مسؤول في شركه؟ مظبوط. في شركه المياه الغازيه. مظبوط. مسؤول كبير والجميع كبير. عنده حق الرد يطلع يرد يقول احنا ما قعدناش واحنا ما دخلناش الشركه، لا الكلام ده حصل وحصل في رمضان واخدنا مهله ان هيتم الرد علينا بعد رمضان، ده ما حصلش. الوقت هناك في الولايات المتحده وقت القضيه دي هياخد وقت قد ايه مثلا؟ مش اقل من شهر ان شاء الله. شهر باذن الله. ومش اكتر من شهر؟ بالكتير شهر ونص. يعني بالكتير ويكون شهر في ونص. ويكون في نتيجه نهائيه؟ اكيد اكيد ويكون في نتيجه نهائيه. هو عايز ايه بالظبط الفنان الروسي؟ عايز تعويض ادبي ولا تعويض مادي؟ حابب ولا ارجع النقطه دي مهمه جدا. النقطه دي مهمه محتاج ايه بالظبط دلوقتي؟ ايه اللي هو محتاجه؟ السؤال ده يعني احيي سيادتك عليه. في البدايه الموضوع لما ظهر ما كانش منه غير انه قال انا مش محتاج غير اسمي يتحط على لوحه او اعتذار كتابي منها. اعتذار كتابي هو مش عايز كده بس، ده كان في الاول. ده ما تمش. قال لنا تواصلنا معاها ما ردتش، تواصلنا مع وكيل بتاعها. كان في اسلوب معين في الكلام ما حبيناهوش. ايه الاسلوب؟ الاسلوب ان لا تفضلوا عندي في المكتب، لا انا مش هاجي، لا انتوا يعني. على الرغم ان بقى في اسلوب تفاوضي حواري بنحاول نوصله دلوقتي للمؤسسات كلها كمكتب، يعني بنحاول نوصل صوره اني اقدر احل المساله زي ما حضرتك تفضلت وقلت. انا سمعت قبل الفاصل ان مفيش احسن من الحل طبعا، ان انا اقعد واحل فمفيش طبعًا. احسن من الحل طبعا. فاحنا كنا عايزين نحل المساله تفاوضيا بغض النظر عن العائد المادي، لكن انا بتكلم على شكل مصر، شكل الدوله المصريه. شكل العالم كله قاعد يتكلم عنها. هيطلب تعويض كام من شركه ال مش اقل من 5 مليون دولار. 5 مليون دولار مظبوط عشان استخدموا الرسمه. مظبوط وهياخدهم. مظبوط. وهي هيحصل لها حاجه من الشركه؟ ده دور شركه بيبسي. ده دور هتعمل حاجه؟ ده دور هي حره، هي المسؤولة. لا انا بسالك يعني هل ممكن الشركه اكيد طبعا ترجع عليها بالتعويض.
ترجع هي دلست على الشركه قانونا، هي دلست على الشركه، هي نسبت الاعمال ده لنفسها ثم قدمتها لشركه بيبسي في سواء مناقصه او سواء في مسابقه بيبسيكو بالظبط. شركه بيبسي اخذتها ونزلتها على احدى منتجاتها اللي هو 7 اب، فبالتالي استفادت ايضا منها وتربحت من خلالها. تقدر ترجع لها في اي وقت بالتعويض المادي، والتعويض المادي هيكون ضخم زي التعويض المادي اللي هتدفعه للشركه هتدفعه للفنان. هي وشأنها الشركه وشأنها الشركه وشأنها مع غدا ولي. هي 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 هو في الحمله زي دي عموما فنانه زي غدا ولي ممكن تاخد كام في حمله زي دي؟ ما اقدرش اقول رقم معين بس يعني اكيد بيتراوح من كام مثلا؟ بيتراوح من انا بتكلم لشركه المياه الغازيه مش الشركه بالظبط. بالظبط مش اقل يعني في الاربع تصميمات اللي نزلوا مش اقل من 5 مليون 10 مليون مش اقل. جنيه مصري مش اقل. لكن التعويض اللي يطلبه الفنان الروسي من الشركه أنا ما يقلش عن 5 مليون مزبوط دولار. مظبوط بغض النظر التصميمات دي حققت ربح او عائد مادي قد ايه للشركه بغض النظر. طب بس هنا بيجي سؤال يعني احنا دلوقتي انا كنت النهارده بتكلم في الحلقه بتاعتي عن الذكاء الاصطناعي وبيتم استخدامه ازاي وبيتم ان هو بيطلع اي حاجه، ما ممكن حد يخش على AI دلوقتي ويقول له اعمل لي رسمه الفلانيه. جميل. ويطلع رسمه شبه الرسمه بتاعه الفنان الروسي. ممتاز. ساعتها الفنان الروسي يعمل ايه؟ الفنان الروسي عنده احدى طريقتين او احتمالين، مفيش ليهم تالت. الاحتمال الاول انه في ايضا تطبيقات تقدر تقول ان الحاجه دي اتعملت بالذكاء الاصطناعي. رقم اتنين ان الحاجه دي لما تتعمل بالذكاء الاصطناعي هقول انها اتعملت بالذكاء الاصطناعي. زي ما عندنا الفوتوشوب مش هنسيبها لنفسي. بالظبط كده مش هنسيبها. ايوه ماشي بس لو الذكاء الاصطناعي عمل كده هنعرف ناخد حقنا منه؟ لو طلع حاجه مش شبهها اكيد بهذا التطابق هيطلعها اللي هي الرسمه تماما شبه واحده. بالظبط مفيش فرق كبير بين الرسمتين. بالظبط والملامح كلها واحده. هرجع واقول انا ايه اللي اقدر اعمله مع الذكاء الاصطناعي في انه استخدم هذا العمل. استخدم هذا العمل فيه، هل استخدمه للتربح منه؟ اكيد في وسيط. الذكاء الاصطناعي ما بيشتغلش لوحده. أيوة الذكاء أيوة. الاصطناعي بيشتغل بايد بشريه. بالظبط كده بيشغل. فانا اقدر ارجع على ايد البشريه لو استخدمت العمل ده للتربح. اخيرا وجه رساله للفنانه غدا ولي، وجه لها رساله دلوقتي. كنا منتظرين منك اعتذار امبارح، كنا منتظرين ان انت تحسني الصوره امبارح بشكل اوقر شويه وبشكل اوفى شويه. حتى هذه اللحظه كنا منتظرين اعتذار لكن ده ما حصلش. كنا نتمنى ده يعني. الفنان الروسي كان مستني اعتذار؟ اكيد. الشعب المصري لو كان سمع الاعتذار ده كان ممكن الامور تتغير تروح لمسار تاني؟ احتمال. 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 طيب. احنا في الاول وفي الاخر بنحافظ على صوره الشكل للدوله المصريه. حابب تقول اي حاجه تانية قبل ما اختم؟ حابب اقول ان احنا لازم في مصر نبص نظره موضوعيه بحته جدية لأمر الملكية الفكرية في مصر. احنا بنشوف دلوقتي ألحان بتتسرق، بنشوف أغاني بتتسرق، بنشوف مقالات بتتسرق، بنشوف بعض الأفكار اللي بتنزل في لقاءات التلفزيون بتتسرق. فلازم حماية جدية لحقوق الملكية الفكرية في مصر. واللي عنده عمل خايف عليه فعلا لازم نسهله الإجراءات ان هو يقوم بتسجيله في الملكية الفكرية. انا بشكرك جدا وهنفضل متابعين معاك الموضوع. على فكره حق الرد مكفول أكيد. دايما أكيد. عندنا بشكرك جدا استاذ احمد حسن العطار محامي الفنان الروسي، نورتنا النهارده في ملفات. شكرا جدا. خلصت ملفاتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله بكره على خير في ملفات جديده. كنت معاكم اميره بدر، سلام.